صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مصر خلال الفترة اللي فاتت وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة من خلال مسار تنموي وخطة طموحة غير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، خصوصا في مجال التنمية الزراعية. الهدف من ده إيه؟ زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سيناء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي، وطبعا ضمان حياة كريمة ليهم. خليني أرجع معاك بالزمن ل 2014 ونعدي كده لغاية أكتوبر 2023. الدولة اشتغلت على 165 مشروع في مجال التنمية الزراعية في سيناء. يعني مثلا هتلاقي أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة 1,000,000 متر مكعب يوميا، وده لاستصلاح 50,000 فدان. برضو تم تنفيذ محطة بحر البقر بطاقة أكتر من 5.5 مليون متر مكعب يوميا، وده لاستصلاح 456,000 فدان. دلوقتي بقى بيتم تنفيذ محطات مية جديدة لري وزراعة 270,000 فدان لتنمية شمال ووسط سيناء. طبعا ما فيش شك ان الارقام اللي انت ذكرتيها ارقام مهمه جدا، يجب ان احنا نتوقف عندها عشان نشوف الاهتمام كبير جدا والمجهود اللي الدوله اشتغلت عليه او عملته خلال الفتره اللي فاتت في تعمير شبه جزيره سيناء. اهم حاجه في هذا الموضوع زي ما كنا بنتكلم التجمعات الزراعيه. التجمعات دي بتحقق الاستقرار المعيشي لاكثر من 2000 اسره. عندنا 7 تجمعات في جنوب سيناء و11 تجمع في شمال سيناء. اجمالي المساحه المزروعه في هذه التجمعات حوالي 11,000 فدان من الأراضي المستصلحة والجاهزة للزراعة. طبعاً مفيش شك أنه أهم حاجة بنفكر فيها هي توفر المياه، في مياه أبار، مياه جوفية، في كمان كل الخدمات التعليمية والصحية والتنموية والتجارية. هذه المجمعات بتخلق مجتمع زراعي جديد في سيناء ونظم زراعية حديثة بتحقق أعلى إنتاجية وفي نفس الوقت بتحافظ على الموارد الطبيعية الموجودة في أرض الفيروز. النهاردة هنستكمل مع حضراتكم الكلام عن التنمية في سيناء وخصوصا التنمية الزراعية وكمان مشاريع التطوير اللي بتحصل في أرض الفيروز. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. طبعا الدنيا بتمطر في محافظات كتيرة إن لم تكن كل المحافظات من امبارح والحد دلوقتي. عايزين نتعرف أكتر على حالة الطقس وكمان نعرف اخبار الشوارع ايه دلوقتي. هنروح لاميا عشان تعرفنا على كل هذه التفاصيل. يا لاميا صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا جولتنا من القاهره وبتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه، ولو مشينا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده هنلاقي الكثافات مكملة معنا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده الكثافات أمام جامعة عين شمس، وده بسبب طبعا دخول أو موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ إن فيه هناك كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية الطريق بتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي كمان كثافات بتقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر. أما الاتجاه التاني برضو في كثافات لكنها أقل بشوية وبتزيد عند غمرة وشارع بورسعيد. تعالوا نروح للجيزة، في هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان كمان، وشارع أحمد عرابي اللي جاي من الدائري في سيولة مرورية. لكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية ومكملة معانا، لكن الطريق العكسي اللي هو قادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. ولو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما نسبية، وفي كثافات تانية ظهرت أعلى كوبري الجامعة. تعالوا نروح لمحافظة الإسماعيلية، هناك هنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي رابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة سير السيارات. أما المتجه لشارع بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. كمان هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية.
في محافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة القطر سوهاج اللي هناك الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي هناك سيولة مرورية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. خلصت جولتنا المرورية، وتعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. هيكون في أمطار متوسطة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق زي دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، إسماعيلية، السويس وشمال سيناء. كمان في أمطار متوسطة ورعدية أحيانا في مناطق من مطروح واسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقاهرة والجيزة. كمان في نشاط للرياح احيانا على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وده هيكون على فترات متقطعه. درجه الحراره النهارده في القاهره 20 درجه، واعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 26 درجه، اقل درجه حراره هتكون في كاترين 16 درجه. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه. خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسه مباحثات في قصر الاتحاديه مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن، وتم بحث تطورات الاوضاع الاقليميه وخصوصا في قطاع غزه والماساه الانسانيه اللي بتواجه القطاع واللي خلفت الاف القتلى والجرحى ومئات الالاف من النازحين، فضلا عن التدمير الواسع اللي اصاب البنيه التحتيه والمنشات في القطاع. اكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه او تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم أو نزوحهم داخليا. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد على أن الدولة حريصة على إقامة شراكات سواء بقى مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، وده بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء طبعا التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، تناولة المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية اللي بتواجه القطاع واللي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع اللي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع. وأكد الزعيمان رفضهم التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على إقامة شراكات سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي، وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات بإجمالي استثمارات يصل ل 300 مليون دولار بين شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية وممثلي الشركات العالمية الموردة لأحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الأغذية الزراعية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجة 2 بميناء سفاجة البحري. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالي بمصر الجديدة استقبلت الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية لهذا العام من الدفعة 120 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، وده بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المؤهلة لانضمامهم للقوات المسلحة. تضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف ثم عرض للموسيقات العسكرية احتفالاً باستقبال الدفعات الجديدة، أعقبوا اصطفاف الطلبة المقاتلين الجدد داخل أرض الطابور،
تلا ذلك عرض لعدد من الناقلات متضمناً عرض مقتطفات من حياة الطالب داخل الأكاديمية خلال اليوم وعرض الكفاءة البدنية، واختتمت المراسم بالعرض العسكري لمقاتلي الأكاديمية من الدفعات 118 و119 حربية، كما ردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيزاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة كفر الشيخ تم تشغيل عيادات مسائية بأجر رمزي في مستشفيات المحافظة. في محافظة البحيرة انطلقت القوافل التعليمية لمراجعة مواد الإعدادية والثانوية استعداداً لامتحانات الترم الأول. في البحر الأحمر تم الكشف على 2551 شخص في قوافل حياة كريمة خلال شهر، وخلال شهر ديسمبر وفي الأليوبية تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى القناطر الخيرية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الصحة عن تشغيل العيادات بعدد من المستشفيات فترة مسائية لمدة 6 ساعات من الساعة 2 مساء للساعة 8 مساء، وهيتم الكشف على المريض وفحصه بسعر رمزي 25 جنيه. في البحيرة انطلقت فعاليات القوافل التعليمية اللي بتنظمها مديرية التربية والتعليم لمراجعة المواد الدراسية الخاصة بالشهادات العامة بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبتشمل القوافل التعليمية مراجعة مواد الشهادتين الإعدادية والثانوية لمدة 3 أيام بشكل مجاني، وده بمجمع دمنهور الثقافي ومركز شباب أبو حمص لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. في البحر الأحمر انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة من الكشف على 2551 مواطن خلال شهر ديسمبر الجاري، وتم تخصيص 8 قوافل علاجية بتضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة. في بني سويف شهدت مديرية التربية والتعليم تنفيذ إجراءات وخطة تسليم أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي اللي تسلمتها المديرية، وعددها 14785 جهاز ضمن منظومة التعليم الجديدة. في سوهاج تم مد فترة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم حتى الساعة 2 بعد الظهر دون التقيد بعدد 60 مريض لكل عيادة خارجية كما كان متبع من قبل، وده تخفيفاً على المواطنين وبالأخص القادمين من خارج محافظة سوهاج. في الأقصر شهدت أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 25 رحلة بالون طائر أقلت على متناها أكثر من 500 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية وقرص الشمس والمعابد الأثرية من السماء. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة أنه تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية وافتتاح القسم الداخلي للنفسية والعصبية داخل مستشفى القناطر الخيرية، وده تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال المخ والأعصاب. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقات. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من دمياط وبورسعيد والبحيرة، كفر الشيخ، الدهلية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس وشمال سيناء. كمان في أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح واسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقاهرة والجيزة. كمان في نشاط للرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وده هيكون على فترات متقطعة. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وأجواء شتوية، عايزين نعرف تفاصيل النهاردة وإيه أهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها الصبح وبالليل. بالفعل يمكن اليوم أجواء شتوية، يمكن على مدار ساعات الليل أغلب محافظات الجمهورية فيها أمطار، والأمطار يمكن بدأت بشكل كبير من فترة مساء أمس واستمرت خلال فترة الليل على أغلب المحافظات. كانت طبعا أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من محافظات السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد، وده طبعا كان متوقع من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم تأثير المنخفض الجوي هيبقى في ذروته. المنخفض الجوي ده موجود في طبقات الجو العليا بيتحرك من الغرب للشرق، ومن حركة المنخفض من الغرب للشرق هيأثر بأمطار، ويمكن أكثر
المحافظات تأثرا في أمطار اليوم هي المحافظات الموجودة في المنطقة الشرقية، هتكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا على بعض الأماكن من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، بعض الأماكن من مدن القناة الإسماعيلية والسويس، بالإضافة كمان محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة كفر الشيخ الدقهلية، بالإضافة كمان الأمطار هتمتد أمطار متوسطة على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى، بعض الأماكن كمان من المنوفية والغربية والشرقية، ويمكن كمان تزيد في بعض الأماكن عن المتوسطة وتغزر أحيانا زي مثلا مناطق من القاهرة الجديدة، تمتد كمان الأمطار المتوسطة لحقل الفيوم، أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من شمال الصعيد، بعض الأماكن كمان من خليج السويس، يمكن أغلب محافظات الجمهورية فيها أمطار ما عدا المناطق الجنوبية اللي هي جنوب الصعيد، والأمطار دي بتختلف شدتها من محافظة لمحافظة، وأكثر المحافظات تأثرا بالأمطار الشديد هي المنطقة الشرقية ومحافظات الدلتا أو شمال الوجه البحري. كمان اليوم متوقع طبعا مع سقوط الأمطار هيكون في نشاط الرياح، سرعاته بتتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، نشاط الرياح ده هيخلينا نحس أكثر بانخفاض قيم درجات الحرارة ببرودة أكثر خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، غير مثير لأي إرمال وأتربة. بالإضافة كمان اليوم أيضا في انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع إن هي تكون 20 درجة مئوية فترة النهار، لأن على مدار اليوم هيكون في سحب هتحجب أشعة الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة في أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة ومعتدلة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار، فترات الليل اللي هنأكد عليها بشكل كبير أجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وكمان المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بشكل كبير والمحافظات اللي ليها ظهير اليوم مع سقوط الأمطار. أيضا إن في بعض الأماكن الرؤية الأفقية بتنخفض بعد سقوط الأمطار على طول، لأن دايما بقى في رطوبة موجودة في الجو، ممكن نشوف حاجة زي الشبورة الحقيقة ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية بعد سقوط الأمطار، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير لأن اليوم هو هيكون ذروة التقلبات الجوية، ومع غدا الجمعة إن شاء الله يبدأ المنخفض الجوي يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير ويأثر أكثر على بلاد الشام، وإحنا يكون عندنا فرص الأمطار أقل من اليوم بكثير، تحسن نسبي في الاحوال الجويه، تبقى فرص الامطار ما بين خفيفه متوسطه على سلاسل جبال البحر الاحمر، خفيفه على المناطق الساحليه، وعوده للشبوره المائيه الكثيفه غدا الجمعه ان شاء الله على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الامطار اليوم مستمره على مدار اليوم كله، مهم جدا ناخد بالنا، لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء سقوط الامطار، لانها لا قدر الله ممكن تسبب انزلاق العجلات على الطريق او انخفاض الرؤيه الافقيه. مهم كمان نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة بشكل كهرباء ألواح الأناف المعدنية الموجودة في الشوارع المباني المتهالكة، إن شاء الله دايما السلامة للجميع. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-13، اسكندرية 20-15، العلمين الجديدة 21-14، مطروح 21-14، دمياط 21-16، بورسعيد 22-16، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، العريش 21-15، كاترين 16-4، طابة 22-14، حلايب 25-19، شلاتين 26-18، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 25-16. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 12، بني سويف 20-11، الوادي الجديد 24-10، أسيوط 21-10، قنا 24-12، الأقصر 24-12، وأسوان 23-13. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. خلينا ننتقل لحاجة تانية في المحافظات الساحلية اللي بتشهد حالة من التقلبات الجوية في الطقس، في رياح وفي سقوط أمطار متفاوتة على عدد من المناطق. طبعا الأجهزة المعنية رفعت حالة الطوارئ لرفع مياه الأمطار وكمان تسهيل حركة المواطنين. تعالوا نروح لمحافظة مطروح ونتعرف على تداعيات تقلبات الطقس، ومعانا على التليفون النهاردة الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، زي حضرتك. ازاي حضرتك، وطمنا على الاستعدادات ورفع حالة التأهب استعدادا لسقوط الأمطار. والله يا فندم، هو احنا عاملين طوارئ اصلا وفي حالة استعداد دائم بدءا من فصل الشتاء، ومن يومين كده جالنا التحذير من الأرصاد الجوية ان في أمطار متوقعة على مطروح
من ابتداء من صباح الامس، وبدات النوة عندنا من امس الساعه 9 صباحا في امطار على مدينه السلوم. الساعه 9 صباحا امطار متوسطه استمرت لمده نص ساعه، وكانت متركزه اكثر في المناطق الصحراويه جنوب او ابلي الطريق الساحلي. مدينه مطروح كان فيها عليها امطار الساعه بدات منطقه الكيلو 7 والكيلو 10، الامطار بدات فيها من 9 ونص الى 10 صباحا. عملت تجمعات مائيه في الشوارع الرئيسيه، والحمد لله تم التعامل معها ولم يغلق اي شارع او طريق في مدينه مطروح. كان تركيز الامطار امس في مطروح بالنسبه للكيلو 7 والكيلو 10 والكيلو 5 كانت على خفيف كده شويه. الامطار بدات عندنا في مدينه وسيدي عبد الرحمن كان فيها امطار من الساعه 10 ونص لما الساعه 11 على الطريق الساحلي ولم يغلق، الحمد لله تم التعامل معها والطريق استمر في حركته العاديه تماما. مدينه العالمين، العالمين القديمه والعالمين الجديده ومارينا بدات فيها امطار خفيفه الساعه من 3 الى 4، امطار خفيفه ولكن لم ينتج عنها اي تجمعات، واستمرت الحياه طبيعيه في المنطقه تماما. نهايه الامطار عندنا امبارح كانت حوالي الساعه 4 عصرا، دي نهايه الامطار المتوسطه، والسحب خدت الاتجاه اسكندريه واتجاه الدلتا. والحمد لله في مطروح، منطقه مطروح بدءا من السلوم حتى مدينه العالمين والحمام السحب عندنا مش كثيفه قوي يعني، فالحمد لله الامور مستقره تماما من امبارح بعد الساعه 4. لما بتكون في امطار شديده وكثيفه ورعديه بالشكل ده وبتعمل تجمعات كبيره، كلمنا عن الخطه للقضاء على التراكمات الموجوده في المياه في الشوارع، وازاي بتصرفوا المياه وبتحركوا عمليه السير والتاهيل على المواطنين. هو احنا مستعدين تماما لهذا الموضوع، وعندنا النقاط اللي بيبقى فيها تجمع الامطار مرصوده، وبنبقى من قبلها لما بيجي لنا التحذير احنا بننشر المعدات بتاعتنا في اماكن التجمعات. واحنا اصلا من استعدادا من لفصل الشتاء كنا مستعدين ومطهرين شنايش الامطار، مسلكين شنايش الامطار في اتجاه البحر، مطهرين المطابق ومطهرين بيارات الصرف الصحي استعدادا لتلقي اي كميه امطار تكون في الزياده المناسبه لمحطات الصرف الصحي. ايه اكثر الاماكن اللي دايما بتشهد كثافه مائيه في الشوارع كتير؟ لا، هو الحمد لله في النوة دي ما حصلتش التجمعات اللي تمنع الحركه، كان في تجمعات قريب لكن تم التعامل معها بسيارات الصرف الصحي، سيارات سحب المياه. طيب بالنسبه للتيسيرات اللي بتحصل والنتيجه اللي احنا بنشوفها كويسه في تصريف المياه في الشوارع، بيبقى طبعا في تعاون بين الجهات التنفيذيه في المحافظه وشركه الصرف الصحي للقضاء على كل التراكمات اللي موجوده في الشوارع. كلمنا عن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه. فندم، في غرفه عمليات موجوده في المحافظه برئاسه السيد الوزير المحافظ ومعاه السيد السكرتير العام، دي احنا لنا مندوب متواجد معاهم فيها دائما، واحنا وعندنا غرفه عمليات خاصه بالشركه، التنسيق تام على اعلى مستوى بين الشركه والمحافظه. لما بيحصل حاجه زي كده بنبلغ معالي السيد المحافظ، بنبلغه بالاختيارات كلها وهو بيدي توجيهاته لنشر المعدات ويتمم عليها وبيتاكد انها اتنشرت، وبنبلغ الشركه القابضه واللي عندنا في القاهره، وبيكونوا متواصلين معانا، ولو احتاجنا دعم بنطلب منهم الدعم، ما احتاجناش بنبلغهم اول باول ان الامور تحت السيطره مش محتاجين دعم، لو احتاجنا دعم وحصل السنه اللي فاتت بنطلب الدعم وبتجي لنا عربيات من شركات شقيقه. تمام، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح. مشاهدينا خلونا نطمن على الوضع في اسكندريه، ومعانا على التليفون دلوقتي اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظه حاليا بعد موجه الطقس اللي احنا بنعيشها اليومين دول. والله حضرتك احنا من اول الاسبوع يعني احنا بدانا يوم الجمعه اللي فات طبقا لتوقعات الارصاد ان في امطار متوسطه وغزيره على اسكندريه، بدانا رفع الحاله من يوم الجمعه اللي فات حتى يوم الثلاث اللي هو اول امبارح يعني. وبدانا امبارح او يعني يوم الثلاث اول امبارح الصبح كده نريح الناس شويه، وبعدين جانا توقعات تاني ان التقلبات الجويه هتحصل تاني في الاسكندريه، الطقس هيبقى فيه برضه امطار متوسطه وغزيره اعتبارا من مساء يوم الثلاث، رفعنا الحاله تاني مساء الثلاث اللي هو اول امبارح، وفعلا خلال الليل شهدت اسكندريه وخلال اليوم امبارح امطار متوسطه وغزيره على معظم الاحياء يعني. هل حاليا في نوى محدده بتشهدها محافظه اسكندريه؟ وحضرتك النوى دي نوة راس السنه اللي هي التوقيت بتاعها بيبقى دايما غالبا يعني 25/12، ف
فيعني احنا بادئين من يوم الجمعه حتى النهارده اهو تقلبات جويه، انما الحمد لله الامور كويسه، وطبعا كل الاجهزه التنفيذيه مستنفره في المحافظه، وتم التعامل مع النوى وتم التعامل مع التغيرات المناخيه، والحمد لله يعني ما حصلش اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل. حابين نعرف كمان وجه التواصل بينكم وبين هيئة الأرصاد الجوية، يعني هي بتبلغكم قبل موجة الطقس أو النوة ده بوقت قد إيه علشان تقدروا تجهزوا نفسكم؟ هو حضرتك بيبعتوا لنا دايما توقعات لمدة أسبوع من التوقيت، يعني النهارده مثلا يبعتوا لنا من يوم الخميس ليوم الأربعاء الجاي. وحضرتك الفترات اللي بقى فيها تغيرات مناخية بيبعتوا لنا بقى ليلة النوة نفسها، يبعتوا لنا خرائط جوية بتوقيتات واتجاه الامطار وكثافتها ويعني ان شاء الله كده الامور ماشيه كويس جدا. يعني في الدكتوره ايمان شاكر اللي هو هشام طحون مخصصها لنا الاسكندريه معانا على طول، يعني تواصل مستمر على طول على مدار الساعه. طيب كلمنا كمان عن اهم او ابرز الاماكن اللي في المحافظه اللي تشهد تساقط مياه غزير. وحضرتك طبعا احنا بنقول التيارات المناخيه دلوقتي ما بقاش في يعني حاجة ثابتة، يعني بتبدأ غالبا كانت بتجينا دايما الأمطار بتيجي من اتجاه مطروح كده من اتجاه الغرب، وبعدين تاخد الوسط وبعدين تروح على الشرق، إنما في بعض النوات أو بعض التغيرات المناخية اللي بتحصل حاليا مفاجأة بقى بدأت من الشرق ثم الوسط ثم الغرب. اللي حصل خلال امبارح وأول امبارح أمطار كانت متركزة في منطقة وسط وحي الجمرك وحي العمرية وحي العجم، لكن دايما مستعدين مستعدين دايما ما شاء الله، احنا بنبقى اكتر من 180 سياره ومعده وكل الاجهزه التنفيذيه متعاونه عشان تتعامل مع اي تغيرات مناخيه. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف والصرف الصحي بالاسكندريه. ودلوقتي مره ثانيه هنرجع لمنى وشاذلي نكمل معاهم فقرات. شكرا لك. شكرا لكلامك. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في كاس السوبر المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هجرية 2024، وده من خلال القرعة الإلكترونية اللي هيتم إجراءها عبر بوابة الحج الموحدة اللي بتشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار 7500 حاج من بين عدد 23400 متقدم. النهارده العشاء الكره المصريه موعدهم مع مباراتين قويتين في كاس السوبر المصري بنسخته الجديده. المباراه الاولى الساعه 3 بين بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركز الثالث، وفي السابعه مساء هيلتقي الاهلي مع فيوتشر للمنافسه على الفوز بلقب البطوله. النهارده العشاء الدوري الانجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في اطار الجوله 19 من عمر المسابقه، هيلتقي برايتون مع توتنهام الساعه 9:30 و10:15 هيلتقي ارسنال مع ويست هام. حالة من الزخم السياسي والشعبي بعد المشهد العظيم اللي شفناه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وكمان وضع خارطة مستقبلية في الفترة القادمة، خصوصا أنه أصبح في مشاركة حقيقية من القوى السياسية والحزبية في هذا المشهد الحالي. معنا على التليفون الأستاذ وسام إسماعيل محمد المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. صباح الخير عليكم أستاذ وسام، أهلا بيك. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا. الاجراءات المتبعه بعد الانتخابات الرئاسيه وفقا للقانون. وفقا للقانون والدستور، الخطوه الجايه ان شاء الله هتكون حلف اليمين الدستوريه امام مجلس النواب. بيقوم السيد رئيس الجمهوريه بعد حصوله على نسبه الاغلبيه بحلف اليمين في المجلس. بعدها تقوم الحكومة بتقديم استقالتها، وبيكلف السيد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته واللي عرض برنامجها خلال 30 يوم على مجلس النواب لكسب ثقة المجلس. وهنا مش يعني مش الشرط هنا ان تكون في حكومة جديدة بتشكيل جديد، يعني قد يكون الرؤية السياسية او رؤية القيادة السياسية في الحالة دي ان الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي هو اللي يشكل الحكومة الجديدة أو القيادة السياسية تختار شخص جديد أيا ما كان الشخص، لكن دي يعني بتبقى رؤية للمرحلة الجديدة لمصر الجديدة بشكلها الجديد وفقا للاختيار الجديد.
طيب حلف اليمين هيكون في شهر ايه بالظبط يا فندم؟ هو سعادتك كانت يعني مفروض ان المره في 2018 السيد رئيس الجمهوريه حلف اليمين في 2 يونيو فاحنا معانا كده لحد 1 يونيو 2024 دي المده، خلال هذه المده يعني بيكون فيها برضه لو قسنا ده او كان بالقياس على 2018 فحكومه المرحوم دكتور شريف اسماعيل استقالت في 5 يونيو وكلفت وزاره الدكتور مصطفى مدبولي في بعدها في 7 يونيو تقريبا على ما اتذكر، وحلفت اليمين 14 يونيو، فهتبقى يعني دي الفترات علشان ما يبقاش في خروج خارجها. طيب في حالة احنا شايفينها من الزخم السياسي اللي موجودة دلوقتي في وضع خريطة كده مستقبلية في الفترة القادمة من خلال الجمهورية الجديدة، ازاي نقدر نستغلها؟ بص يا فندم، الشعب المصري دائما هو شعب الشدة والشدائد، وشفنا الصورة دي يعني كانت واضحة وضوح شديد جدا في 2013 والتفاف الشعب حوالين قيادته وحوالين جيشه، وده شفناه النهارده، شفناه في انتخابات السنه دي. رغم المعاناه الاقتصاديه ورغم الظروف الاقتصاديه ورغم المخاطر اللي بتحيط بينا ورغم المحاولات اللي حاولها البعض للتشكيك في بعض الامور، الا ان احنا كنا شايفين كويس جدا ان الشعب التف حوالين قيادته وكان مؤمن بيها ومستعد للتضحيه باي شيء. يعني احنا لما هنعرف حضرتك ان نسبة الحضور وصلت ل 68% قرابة ال 68% هنفهم على طول ان الشعب ده شعب واحد، شعب حس بالخطر. فهذا الزخم اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت كان بيدل على ان الشعب ملتف حول قيادته وان المسيره مستمره وقائمه باذن الله. عظيم. استاذ وسام، ازاي بقى حاله الالتفاف اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي من الممكن ان تساعد الرئيس في الفتره القادمه في اتخاذ ما يلزم في كافه الامور سواء كانت داخليه او خارجيه؟ اللي حصل حضرتك في الانتخابات السابقه ما كانش انتخابات وما كانش تصويت على اختيار شخص من مجموعه اشخاص، مع كل الاحترام والتقدير لكل الناس اللي شاركت في الانتخابات او رشحت نفسها ليها، بس ده كان تفويض من الشعب المصري، الشعب اللي نزل بهذا الكم وهذا الحجم وكافه فئاته، نساء ورجال وشيوخ واطفال وذوي الهمم. يعني احنا شفنا الاطفال بترقص في الشارع مع ان ملهاش صوت انتخابي، ما شفناهاش يعني ممكن ما ينزلش ممكن يروح، لا لا كان في حاله من التفاف كده. فاعتقد ان ده كان تفويض شعبي كامل للسيد رئيس الجمهوريه لاستكمال مسيره نجاح بداها. وانا بسال حضرتك السؤال ده، بنتذكر المشهد الجميل للمصريين لما خرجوا في الشوارع رفضا ل سياسة التهجير القسري وإخراج الفلسطينيين من أراضيهم بأي شكل من الأشكال، فده ساعد أيضا الموقف السياسي الرسمي للدولة المصرية. طبعا، وتفويض باتخاذ كافة القرارات في هذه الحالة. يعني الانتخابات دي نزلت أنا بعتبرها قبل ما تكون انتخابات لاختيار السيد رئيس الجمهورية من ضمن مرشحين، كانت تفويض للسيد رئيس الجمهورية للوقوف على كافة مصالح الشعب المصري وموافقة على كل قراراته اللي اتخذها داخليا وخارجيا ومواجهة كل المخاطر اللي بتحيط بالدولة المصرية من كافة اتجاهاتها. الرئيس السيسي قال بنسعى لإقامة دولة ديمقراطية تجمع أبنائها في إطار من احترام القانون والدستور. الانتخابات دي نقدر نقول إنها بينت إنها البداية الحقيقية للتعددية السياسية اللي موجودة ونتيجة للحوار الوطني اللي كان ممتد قبلها بفترة، هذا الشكل من الانتخابات. الانتخابات الرئاسية بداية للتعددية الحزبية، وإن كانت التعددية الحزبية في مصر ما كانتش مفقودة بالشكل اللي ممكن نقول إنها ما كانتش موجودة فيه، خلينا نسميها التعددية الحزبية الفاعلة. الفاعلة أو الجديدة بشكلها الجديد في مصر الجديدة ممكن نقول كده، لكن هي موجودة بس كانت يمكن بنسبة ضئيلة. لكن لما هتيجي حضرتك النهاردة هتشوفيها في مشاركة أحزاب
في ترشحات لانتخابات رئاسة الجمهورية. لما تشوفي النهاردة لجان بتشكل من هذه الأحزاب دون مضايقات، لما تشوفي حضرتك النهاردة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلقى أي شكوى بأي وقعة أثرت عليها أو أي حد من المرشحين شاف أن هناك وقعة تزوير أو وقعة أو اختلاف أو مشكلة، هتعرفي حضرتك أن احنا بنسير في اتجاه ديمقراطي جديد لدولة جديدة نتمنى جميعا أن نصل بها إلى بر الأمان. عظيم. إزاي الأحزاب خلال الفترة اللي جاية الأحزاب السياسية تستفيد من هذا المشهد الانتخابي؟ يعني إحنا طبعا عارفين أن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات جاءت نتيجة وجودهم في الحوار الوطني، كان في عدد كبير من الأحزاب لم نكن نتوقع أن هم يجلسوا جميعا على طاولة واحدة ويفكروا في موضوع ويخرجوا في النهاية بفكرة أو بحاجة في مصلحة هذا الوطن، يعني كان الهدف الأسمى للجميع هو إعلاء مصلحة هذا الوطن. فإزاي هذه الانتخابات وهذا المشهد اللي شفناه والتعددية الحزبية في هذه الانتخابات من الممكن أن يخدم الأحزاب خلال الفترة القادمة؟ الأحزاب حضرتك لما دخلت العملية الانتخابية وشافت العملية الانتخابية ولاحظت الديمقراطية والاهتمام الشديد جدا بالصوت المصري وبقبول المصريين لهذه العملية، يجب عليها استغلال حالة الزخم الموجودة في الشارع ووضع برامج سياسية. يعني أهم نقطة أن يضع الحزب برامجه السياسية لمواكبة مصر الجديدة وتقدمها وتحقيق أحلام المصريين وطموحاتهم، لأن الشعب المصري يستحق أكثر من ذلك بكثير. فيجب أن نكون كلنا في اتجاه واحد، والاتجاه ده هو وضع برامج جديدة بشكل جديد وبأسلوب علمي ومتحضر لمواكبة الحياة السياسية في مصر الجديدة. طبعا احنا شفنا مشهد انتخابي متميز وشفنا يعني مسؤولية من الشعب المصري، وكان الهدف من بس هذه هذا الاصطفاف اللي كان موجود وهذا الإقبال اللي كان موجود ليس فقط انتخاب الرئيس، ولكن كان الهدف إرسال رسالة للعالم. ايه الرسائل اللي ممكن يكون العالم قرأها من خلال هذا الزخم وهذا يعني اللي كان موجود قدام اللجان والعدد الكبير اللي حضر الانتخابات الرئاسية؟ حضرتك العالم هتوصل له رسالة أن المصريين على قلب رجل واحد، دي حاجة. المصريين خلف قيادتهم مش مختلفين ومش منشقين ولن ينشقوا أبدا. المصريين موافقين على القيادة بالمرحلة دي وبكافة القرارات اللي بتتخذها الدولة المصرية. المصريين واعيين، عندهم وعي انتخابي، وعي دستوري، وعي قانوني. المصريين يقفوا مش بس خلف قيادتهم السياسية، ده خلف كافة قرارات الحكومة. يعني عندنا مشاكل، عندنا مشاكل. هو في دولة في العالم ما عندهاش مشاكل؟ وفي حد في العالم ما عندوش مشاكل؟ بس بنسير لإصلاحها، بنسير لتحسينها، بنسير لتحسين أوضاعنا اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وكل حاجة، في وسط مخاطر بتحيط بينا من الجنوب والشرق والغرب، في وسط أطماع، في وسط يعني الأطماع مش بس حضرتك في اقتصاديات ولا في دولة ولا لا يا فندم، ده احنا أطماع وصلت لأرضنا، وصلت لأن أنت النهاردة عندك مشاكل في أن في ناس عايزة تجتاح، لكن أنت واقفة في وسط ظروفك الاقتصادية. ومش الأزمة الاقتصادية مش في مصر بس، الأزمة الاقتصادية في العالم كله، ولكن تسليط الضوء عليها من بهذا الشكل يمكن يكون مقصود، مش يمكن هو مقصود بشكل أو بآخر. لكن مصر مستمرة إن شاء الله للآخر ومكملة للتحديات دي كلها، وإن شاء الله مصر الجديدة القادمة، وإن شاء الله هنشوفها في أحسن صورة، وإن شاء الله هنلحق نشوفها. يعني مش هنقول هيشوفوها الأجيال الجاية، لا، هنشوفها وهنعيشها إن شاء الله في تقدم وازدهار دائم بإذن الله، وتحيا مصر. شكرا جزيلا الأستاذ وسام إسماعيل محمد، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي لميا. شكرا لك منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات قمة مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. ناقش خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، وأكد خلالها رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا. كما شدد الزعيمان على أهمية عدم توسيع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد الزعيمان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. استشهد 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. وفي مدينة رفح أفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بقطاع غزة. وأوضحت كتائب المقاومة أنه تم استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعدة قذائف في مخيم جباليا، مما أدى لوقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. وأشارت كتائب المقاومة إلى أنه تم استهداف 3 آليات عسكرية في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وضابط وإصابة 3 آخرين في الاشتباكات الأخيرة بقطاع غزة. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال المواجهات في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله. كما اندلعت اشتباكات مسلحة أيضا في عدد من مدن الضفة الغربية، حيث شملت مدن جنين وطولكرم وكذلك الطيرة وشعفاط وقلقلية. كما شمل الاقتحام الخليل والعيساوية في القدس وأريحة ونابلس. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد ماكرون على ضرورة العمل على وقف الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في قطاع غزة. وأضافت الرئاسة في بيان لها أن فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الأردن على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي نفذ بناء على توجيهات ضربة استهدفت منشآت في العراق وسوريا يستخدمها مسلحون لتوجيه ضربات ضد المصالح الأمريكية. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والمناسبة، وذلك للتصدي لأي تهديدات أو هجمات. وتعرضت القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 استهدافات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. خلال الكام سنة اللي فاتوا مفيش شك طبعا انه الدبلوماسية المصرية نجحت في التعامل مع مجموعة كبيرة من الملفات والقضايا الكبرى، يمكن كان اخرها بالتأكيد القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قضية طرحت فيها مصر رؤية شاملة لحل هذا التصعيد الإسرائيلي ومستقبل القضية الفلسطينية، وده الأهم بالمناسبة، بالإضافة طبعا إلى إجهاض المخططات والمؤامرات. يمكن الدبلوماسية المصرية كان لها جهود قوية قامت بها القيادة السياسية مع أو بالتعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة ورعايتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات عشان تقرب وجهات النظر وتحقق تطلعات الشعوب اللي موجودة في دول الجوار. قراءة وافية عن نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة الملفات الكبرى خلال السنوات الأخيرة هنتعرف عليها دلوقتي من ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، سعادة السفير رخاء أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير على حضرتك سعادة السفير. صباح الخير ليك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي قدرت الدبلوماسية المصرية إنها تدير الملفات الكبرى خلال السنوات الأخيرة اللي احنا شفناها؟
في الحقيقة يعني الدبلوماسية المصرية واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة، يعني منذ ما عرف بالربيع العربي أو الثورات العربية حتى الآن، يعني من 2011 حتى الآن، ومصر تواجه بتحديات عديدة. أولا في الجوار نجد أن في اضطرابات مستمرة عندنا في الجبهة الغربية في ليبيا، حتى الآن لم يستقر الوضع فيها وما زالت تراوح الأزمة مكانها. بالنسبة للشرق عندنا في القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي في سنوات مختلفة 2014-2021 الآن، كل هذه التحديات استطاعت الدبلوماسية المصرية بما لديها من خبرة متراكمة إنها يعني بتاخد مواقف تؤدي إلى إما تقارب وجهات النظر أو إنها تحويل المشكلة إلى عدة عناصر ممكن التهدئة فيها أو التغلب عليها. وإن بالنسبة أيضا لأفريقيا، يعني مصر لها دور في أفريقيا وعضويتها في المجلس الأمن. طيب سعادة السفير، لو سمحت لي احنا نحتاج نعدي على كل ملف من هذه الملفات، لكن نحط قاعدة عريضة أو عنوان عريض وهو القاسم المشترك في كل التحركات المصرية والثوابت والمحددات المصرية وفقا للسياسة الخارجية المصرية، ايه هو يا فندم؟ يعني القاسم المشترك المحافظة على التعاون حتى عند حده الأدنى اللي هي شعبة معاوية، وفي نفس الوقت عدم التفريط في مصالح مصر. يعني ده هو نقدر نحط العنوان العريض. فبالتالي بنحافظ حتى لو حدث خلافات بتظل في العلاقات، يعني الحد الأدنى موجود اللي يحافظ على المصالح المشتركة طبعا. وكان مثال الخلاف مع قطر، يعني ظلت علاقات، يعني لم تقطع العلاقات نهائيا وإنما ظلت العلاقات في كل الدول. كمان سعادة السفير اللي شهدت صراعات، سواء كانت هذه الدول كان فيها مشاكل دول عربية أو دول إقليمية، كان دايما مصر تبحث عن الحل السياسي لهذه الأزمات والصراعات، وبتؤكد أنه لا حل عسكري ينهي أي أزمة أيا كانت هذه الأزمة فيه. يعني هو من خبرتنا، خبرة مصر في الصراع العربي الإسرائيلي، استمرينا من 48 حتى سنة 77 وإحنا في حروب متصلة، واكتشفنا أن لابد نهاية كل حرب هو التفاوض والتوصل إلى سلام. فلماذا لا نبدأ بما يسمى الدبلوماسية الوقائية؟ أن احنا مصر بتطبق هذا منذ السبعينات، أن احنا يعني نحاول نعالج الأزمة قبل أن تتحول إلى اشتباكات مسلحة، قبل أن تتحول إلى صراع مسلح. وإذا بدأ صراع مسلح نحاول نحتويه حتى لا ينتشر وينتشر الى الاقليم كله. فده يعني هو ده المبدا اللي بتتبعه مصر، وان لابد من العوده الى السلام من اجل المحافظه على البشر والموارد الطبيعيه اللي كل دوله في العالم العربي او الافريقي بتحتاجها من اجل التنميه. صحيح. لان التنميه هي الهدف الاساسي لتقديم يعني خدمه للشعب او للشعوب الافريقيه والعربيه وتحسين مستوى معيشتها. طيب خلينا سيادة السفير نفند القضايا اللي حضرتك ذكرتها، ونبدأ بالقضية الأبرز الموجودة على الساحة العالمية دلوقتي، وهو الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. كيف تعاملت الدبلوماسية المصرية مع ما يحدث في غزة؟ يعني منذ البداية، منذ 7 أكتوبر حتى الآن، ومصر تحرص على أمرين أساسيين. أولا محاولة صد هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، لأنه هو ليس عدوانا عسكريا وإنما عدوان على المدنيين. نعم. وتدمير حياة المدنيين بصورة غير مسبوقة يعني، وانتهكت كل القواعد والقوانين. فبالتالي أدي هدف وقف القتال. الهدف الثاني أو متوازي معه الامدادات بالسلع الغذائيه والدواء والاجهزه الطبيه والوقود للشعب الفلسطيني في غزه، لانه هو الان بينتقل من مكان الى مكان بعد ان دمرت كل المرافق الاساسيه. الحاجه اللي فوق ده كله هو انهاء هذا الصراع والتوصل الى تصور لحل القضيه الفلسطينيه، لان في نوع من المراوغه وإدارة القضية وليس حلها. يعني منذ 1993 حتى الآن
بعد اتفاق أوسلو، والمفاوضات تراوح مكانها، ما فيش تقدم، بالعكس إسرائيل استغلتها مظلة لبناء مستوطنات والتوسع في المستوطنات وتهويد القدس. فمن ثم مصر بترى أن ضرورة التوصل إلى حل لهذا. طرح في الفترة الأخيرة بالنسبة لهذا الصراع ما يسمى الأفكار المصرية، بتقوم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وقف القتال لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وتبادل 40 أسير إسرائيلي مقابل 120 أسير فلسطيني، ثم يعني ضمان الإمدادات بكميات كافية وتأمين وصولها لمستحقيها في كل أنحاء غزة. ده المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تنتقل إلى التفاوض بين الفصائل الفلسطينية كلها، لأن في فصيلين مش منضمين لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهم حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ويشكلوا حكومة بيسموها حكومة تكنوقراط فنيين. لماذا؟ لأن إسرائيل مصرة أن لا تعود حماس إلى حكم غزة، والولايات المتحدة تدعمها كاملة. الولايات المتحدة تطالب بتجديد السلطة الفلسطينية. الجو غير مناسب لإجراء انتخابات، فمن ثم مصر اقترحت هذا الاقتراح، أن تكون حكومة فنية يختاروها كل الفصائل ويكون راضيين عنها، وبالتالي تحل المشاكل على كل المستويات. المرحلة الثالثة، ودي بقى اللي هي في غاية الأهمية، المرحلة الثالثة اللي هي تبادل كل الأسرى والمسجونين في إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإجراء انتخابات فلسطينية تمهيدا لتنفيذ العملي لحل الدولتين. فلك تصور جاري التفاوض عليه، وصل بالأمس كان جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني، وقبله كان وزير خارجيته، باعتبار أن مصر والأردن دولتان متداخلتان. صحيح. مع القضية الفلسطينية، وهي ده بيؤكد يا سعادة السفير كمان أنه مصر طرف فاعل في هذه القضية، وهي الطرف التي تملك كل خيوط الحل في هذه القضية وتهدئة التصعيد، وده مش وليد اللحظة، لا ده تاريخيا ده معروف عن مصر. طيب، من النقاط المضيئة أيضا في هذه القضية دعم مصر ورفضها الشديد، يعني دعم مصر للقضية برفضها الشديد لتهجير الفلسطينيين قسريا خارج حدود أراضيهم، لأن ده بيؤثر بشكل كبير جدا على تصفية القضية الفلسطينية. هذا صحيح. يعني بالنسبة للنقطة الأولى، القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، هي بوابتنا الشرقية. بالنسبة لعملية التهجير القسري، فهو ده خطة إسرائيلية منذ 14 سنة، وهي تريد أن بيسموه ترانسفير، اللي هو تخفيف السكان في الضفة الغربية وغزة ومنحهم حكم ذاتي. مصر بترفض هذا، والفلسطينيين والأردن رفضا باتا، والمجتمع الدولي متوافق مع هذا، لأن التهجير القسري دي جريمة ضد الإنسانية. دي ناحية. ناحية تانية، في مخاوف فلسطينية الآن، لأن كان في اقترح في مؤتمر باريس لدعم الفلسطينيين في غزة، كان اقترحت قبرص أن يكون في خط إمداد ملاحي بالمواد المساعدات الإنسانية بين قبرص وبين موانئ غزة، وتم يعني الترحيب به. الآن بيفكروا في بدء تنفيذه. الفلسطينيين يخشون أن يستغلوا الإسرائيليين والتهجير عن طريق البحر. إذا كان المنافذ الفلسطينيين رافضين، فممكن أن يرفعوهم بالقوة تحت قوة السلاح، ويركبوا السفن دي اللي هي جايبة المواد، وفي عودتها تاخدهم معاها. فده الآن قضية موضع بحث. بالنسبة للتهجير القسري، فده في الحقيقة يعني كما ذكرت أنه هو جريمة ضد الإنسانية، وهدفه تصفية القضية الفلسطينية، ولن يسمح بهذا، لأن عندنا في قرار للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في اتفاق أوسلو اللي اتفقوا عليه الفلسطينيين والإسرائيليين. في الآن شعار حل الدولتين لابد أن توضع له خطة تنفيذية واضحة قابلة للتنفيذ. صحيح. أكيد. كل الشكر ليك السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفي حالة من الاحتفاء في الصحف العالمية في ختام العام بما حققته مصر خلال عام 2023 على المستوى السياحي والأثري، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي اعتبرته الفاينانشال تايمز تحفة معمارية بينتظرها العالم أو بينتظر العالم افتتاحها.
احنا في صحف دولية تناولت هذا الموضوع. خلينا نشوف التناول لحصاد العام وأبرز الاكتشافات الأثرية والمعارض الفنية مع الكاتب الصحفي أستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. خلينا نبتدي بتقرير الفاينانشال تايمز البريطانية حول المتحف المصري الكبير. ازاي سلطت الضوء على تضافر جهود الدولة لاكتمال بناء المتحف وافتتاحه في أقرب وقت؟ الحقيقة الفاينانشال تايمز عاملة تقرير جميل جدا عم بالصور وفيه معلومات حقيقي مفيدة. اتكلموا على كنوز، عنوان بتاعه بيتكلم على ان كنوز مصر القديمة بتستقطب أعداد كبيرة من الناس في متحف القاهرة، المتحف الكبير. واتكلموا على العرض اللي موجود لتمثال رمسيس الثاني والدرج اللي عليه مجموعة كبيرة من ملوك وملكات مصر، والحقيقة يعني التناول بتاعهم وطريقة الاهتمام بتدل على إن الحضارة المصرية مازالت بتجتذب اهتمام العالم، وان في ترقب حقيقي للحدث اللي بيعتبروه من هيكون من اكبر الاحداث في السنة الجديدة ان شاء الله 2024. واتكلموا كمان تقرير الفاينانشال تايمز اتكلم على التصميم بتاع المتحف وازاي في قاعات فيها تبريد طبيعي وفيها تكنولوجيا ايضا للاضاءه، واتكلموا ايضا على التكاليف اللي كاتبين ان هي وصلت لمليار و200 مليون دولار، واتكلموا على اهميه صناعه السياحه في مصر وان مصر هي البلد السياحيه الاولى في العالم. بالطبع ايضا اتكلموا على ان المتحف الكبير يعد من أكبر المتاحف في العالم اللي مخصصة لحضارة واحدة، وأنه هيكون فيه أكثر من 100,000 قطعة أثرية فرعونية من مختلف العصور والأسر اللي تعاقبت على حكم مصر في السنوات الآلاف السنوات اللي مضت. الحقيقة أن برضو من عرضوا التكوين بتاع المتحف اللي هو مكون من 12 صالة عرض وتتناول كل العصور اللي هي قبل التاريخ وحتى نهاية العصر الروماني، وفي التريجرز أو اللي هي الكنوز بقى اللي هي الحاجات النادرة أو التي لا يوجد لها مثيل في العالم. جزء مهم جدا يا استاذ محمد. قاعة اللي هي توت عنخ آمون طبعا بتحوي أكثر من 5600 قطعة في معرضين، ودول هيكونوا بقى اللي هم عليهم أعين العالم هتتجه ليهم. طبعا المعروضات بتشمل اللي هي كل المقتنيات الذهبية اللي هي التوابيت والعربات والمجوهرات، مجوهرات في قطع جديدة لم تعرض من قبل، وصنادل جلدية. يعني تخيلي حضرتك جمال الحضارة المصرية والفن العريق اللي موجود من آلاف السنوات قبل ما تبدأ ودي الحضارات، ودي أستاذ محمد كمان مش الإشادة الأولى يعني. من الصعب إن هي يعني تتصنع حاليا، فده أعتقد برضو إنه هيكون من بالإضافة لبعض المقتنيات والملابس هيكون برضو عليه اهتمام كبير جدا. طبعا اتكلمت برضو تقرير الفاينانشال تايمز اتكلم على المجتمعات القديمة اللي موجودة، طريقة إدارة الحكم في مصر من واقع البرديات والحاجات اللي سابها أجدادنا الفراعنة. عظيم. كل هذه المحتويات أستاذ محمد ده يعتبر نوع من الدعاية، ومهم جدا أنه يحصل من فاينانشال تايمز. وإحنا كمان أنا عايز بس أقول لحضرتك أنه كمان من أهم المشروعات العالمية اللي بكل تأكيد طبعا هترجع، مش هترجع مصر، هتحط مصر في المقدمة مرة أخرى رغم الأحداث الدولية، وده متوقع أن يكون في ملوك ورؤساء العالم في الافتتاح إن شاء الله. وبرضو الفترة اللي هو الافتتاح التجريبي اللي فات ده برضو وبعض الأحداث اللي اتعملت دي ساهمت بشكل كبير قوي إن الناس تتعرف
وانبهروا من اولا من الحجم والتصميم والموقع والتجميع الكبير جدا. احنا كان عندنا مشكله في الماضي مصر، يعني بعض التقديرات بتقول ان تلت اثار العالم فيها سواء المعروضه او غير المعروضه، ولكن كان في مشكله ان احنا نظهر للعالم الحضاره المصريه. الحقيقه في السنوات الاخيره وتحديدا من بعد ثوره 30 يونيو كان احد المكونات الاساسيه في التنميه اللي هي الهويه المصريه، الهويه المصريه واظهار الحضاره المصريه، ودي اهتم بيها شخصيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا في اكثر من مناسبه سواء سياحيه او تاريخيه شفنا الموكب، موكب الملكات. الحقيقه كان فيه اهتمام كبير جدا من الدوله وتوجيهات رئاسيه بالاهتمام بمقومات الشخصيه المصريه والحضاره المصريه، بالاضافه للبعد الاقتصادي المهم جدا السياحه. ونتوقع ان يكون مع الحجم الكبير للاهتمام والانجازات المتعلقه بتطوير القطاع السياحي في مصر والاماكن السياحيه، وعندنا تطوير الاهرامات ده هيبقى يعني نقله جديده وتغير الصوره النمطيه اللي كانت موجوده عن السياحه في مصر، على الرغم من الاعداد في تزايد مستمر والاهتمام لا ينقطع. واحد اهم المقاصد السياحيه سي ان ان قالت ان اهم مقصد سياحي الاول في العالم هو الاهرامات. طب خلينا نتحول من السي ان ان لفرانس 24 او فرانس 24 اللي نشرت تقرير عن حصاد 2023 وقالت فيه ان رغم المآسي اللي خلفتها الحروب والكوارث الطبيعيه والمناخيه اللي حصلت في 2023 الا انه لا يمكن تجاهل بعض الاحداث الايجابيه اللي تخللتها. فرانس 24 استعرضت من ارشيفها ابرز الاحداث دي اللي كان منها ايضا اكتشافات اثريه. بكل تأكيد كان عام على الرغم من الـ 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 الأحداث الغير إيجابية واللي بتصل أحيانا للـ للـ يعني حاجات إنسانية صعبة، إلا أن العام بالفعل كان فيه ما كانش سيء بالكامل، وكان فيه العديد من الـ 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 الاكتشافات العلمية. ويعني على الرغم من وجود الاسعار وارتفاع واختلال سلاسل التوريد، الا ان كان في تغير في بعض القطاعات، وايضا اسهمت الاكتشافات الحديثه دي اسهمت في وجود تغير نوعي في الثقافه العالميه. الحقيقه ان انا شفت التقرير اللي هو بتاع التقرير الفرنسي، وتحديدا هم اهتموا بالرحلات او بالثقافه المصريه المتعلقه ما بين الاهرامات وعلاقتها في تاثيرها في شعوب العالم والثقافه العالميه. يمكن ده تقرير اخر تحت عنوان اخر في نفس الموقع، كان في تقرير بيتكلم فعلا عن الفنون المعاصره والاهرامات ورحله الى وسط البلد، كل ده كان بيتكلم عن دور الفنون في الترويج للاثار. بكل تاكيد الحقيقه ان المعارض اللي اقيمت، في معرض اقيم مؤخرا وجمع اكثر من 100 فنان عالمي عند سفح الاهرامات من مختلف دول العالم، وكان احد الفنانات اللي كانت عرض لهم الفيديو عامله ساعه شمسيه مصنوعه بالكامل من منتجات وزجاج من الارض المصريه، وبتوضح برضو ساعات النهار. الحقيقه ان الساعه دي المصريين القدماء عملوها بشكل يعني العلم عاجز لغايه دلوقتي عنه، خاصه في بعض الاحداث السنويه اللي بتتوافق مع اعياد الميلاد او التنصيب لملوك مصر القديمه. بنشوف حضاره ونسب من التصنيع من الصعب ان تتكرر دلوقتي حتى باستخدام الليزر او بالادوات الحديثه، وده بيشير لمدى التطور العلمي الكبير واللي كان اجدادنا الفراعنه يعيشوا فيه وبيتقدموا فيه على العالم.
برضو من تقرير السلفتني ان هو توجه لمنطقة وسط البلد اللي طبعا ليها أهمية كبيرة جدا في التراث والثقافة المصرية، سواء بأنها المعارض اللي اتعملت أو تتعمل فيها أو الأحداث الثقافية والفنية وعروض الكتب، بالإضافة للتجمعات الشبابية الكبيرة والاهتمام بتوفير جو كرنفالي الحقيقة مع مشروع تطوير القاهرة القديمة والقاهرة الإسلامية. الحقيقة أن المنطقة اللي دخلت فيها مشروعات التطوير واللي أيضا كانت بتوجيهات رئاسية ضمن منظومة التنمية، تنمية النسق الحضاري المصري واستعادة الهوية البصرية ورفع كفاءة المنشآت اللي تدخل في قطاع الآثار. الحقيقة أن الشكل الجديد لوسط البلد بالإضافة مع المشاريع الأخرى التنموية اللي هي والحقيقة نحن عندنا الكثير من المقومات وشغالين وبنستغل هذه المقومات لاستغلال الأمثل، ودليل على ده الإشادات زي ما كنا بنشوف الإشادة من فاينانشال تايمز بالمتحف المصري الكبير. قبلها بشهرين بالضبط كان في إشادة مهمة جدا من بنك جي بي مورجان الأمريكي، بيطبع كده في آخر كل سنة كتيب بيوزعه على العملاء المميزين، فكان بينصح عملائه بزيارة مصر وتحديدا المتحف المصري الكبير. احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام. الدولة المصرية اشتغلت في العشر سنين اللي فاتوا على مسار تنموي متطور بيشمل كل مناطق سيناء، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الزراعية زي مشروع تنمية شمال ووسط سيناء اللي بيستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان، بالإضافة طبعا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه. خلينا نشوف هذا التقرير عن المشروعات الزراعية اللي اتعملت في شبه جزيرة سيناء. التنمية اللي بتشهدها سيناء خلال العشر سنين اللي فاتوا جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء، مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء. المشروعات التنموية دي هتساعد في الإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية بما يزيد من دورهم في تنفيذ التنمية الشاملة ورفع مستوى قدرتهم الإنتاجية، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية. ولو بصينا لحجم مشروعات التنمية اللي بتتم على أرض سيناء هنجد إنه فيه اهتمام بمجال البنية الأساسية اللي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، زي مثلاً شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، واللي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، خصوصاً المشروعات الزراعية زي مشروع تنمية شمال ووسط سيناء اللي بيستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان. كمان مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال إنشاء 17 تجمع زراعي متكامل، منها 11 تجمع في شمال سيناء. المشاريع دي استهدفت ووفرت أكتر من 6000 فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكتر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها. كمان مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، منها مركزين في شمال سيناء النثيلة الدفيدف ومركز في جنوب سيناء سهل القاع، وده لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء. أما ملف الثروة السمكية هنلاقي فيه طفرة كبيرة في سيناء، منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، كمان تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وإنشاء مصنع التلج لحفظ الأسماك. احنا معانا على التليفون الاستاذ محمد شطا وكيل وزاره الزراعه بجنوب سيناء عشان نعرف منه كافه التفاصيل، اهميه التنميه الزراعيه في سيناء وازاي اهتمت الدوله بالتطوير في هذه المنطقه تحديدا في المشروعات الزراعيه. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير على الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. طبعا احنا كنا لسه عارضين تقرير دلوقتي بيتكلم عن التنميه الزراعيه في شبه جزيره سيناء، ايه اللي حصل بالظبط؟ تفاصيل اكتر عن اللي حصل في هذا القطاع الحيوي المهم وتاثيره كمان على المواطنين الموجودين في هذه المنطقه.
حضرتك أستاذ محمد، تعمير سيناء كان حلم يعني بعيد المنال، ولكن تحقق بإرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ أكثر من 750 مليار جنيه، وده رقم كبير جدا لتعمير وتنمية سيناء على جميع المحاور، وكان من ضمن أهم الأولويات محور القطاع الزراعي. فبدأ بإنشاء أكبر محطة معالجة صرف في العالم كله بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، محطة مصرف بحر البقر في الشمال. وأيضا أفضل مشروع ل 2019 كان مشروع معالجة محطة المحسمة ب 1.2 مليون متر مكعب. فكان المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية هو توفير المياه، وقامت الدولة عبر دراسات استراتيجية طويلة الأمد وتتميز بالاستدامة لتوفير مياه كافية لزراعة أكثر من 750 ألف فدان في سيناء في الشمال والوسط. أيضا قامت الدولة بالتوازي بضخ استثمارات لعمل تجمعات تنموية متكاملة زراعية، ولكن الدولة وفرت خدمات تعليمية، خدمات رياضية، خدمات صحية، طرق تموين، مراكز خدمات زراعية على أعلى مستوى، كنموذج رائع جدا للتنمية الزراعية المتكاملة، توفير معامل تحاليل، ميكنة زراعية، مخازن للتقاوي والأسمدة، وكل هذا من أجل تنمية سيناء. فأصبحت سيناء الآن من أفضل الأماكن، حيث قامت الدولة المصرية بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات، فمن أفضل الأماكن أمان حاليا هي سيناء، تمشي فيها براحتك خالص، تتحرك من القاهرة تدخل عبر الأنفاق سواء بورسعيد أو الإسماعيلية أو الشهيد أحمد حمدي، خلال 120 دقيقة تكون في وسط سيناء. فسيناء الآن بقت بشكل آخر فيها محاور تنمية على جميع الأصعدة، فيها مناخ رائع جدا، يعني اللي زار سيناء عارف مستوى يعني التلوث يكاد يكون زيرو. فسيناء أصبحت جاذبة بشكل كبير جدا للمواطن أن يقدر يعيش فيها بكل أمان وبكل فرص عمل متاحة في جميع المجالات، سواء القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات التعدينية في الوسط أو القطاعات السياحية في الجنوب. أيضا الزراعة موجودة في الجنوب عبر 7 تجمعات تنموية تم إنشائها و11 تجمع في الشمال. الآن بيتم إعداد هذه التجمعات للزراعة، بدأ المواطنين يسكنوا في هذه التجمعات ويمارسوا حياتهم، بدأت المرافق كلها تشتغل في ال 18 تجمع في الشمال والجنوب. قعدنا سنين كتير قوي نسمع اهالي سيناء وهم متضايقين انهم مفيش تنميه بتحصل عندهم، مفيش اهتمام بيهم، وشفنا كان بيحصل هجره داخليه. اعتقد ان الوضع اختلف تماما، وان التنميه اللي بتحصل دي ممكن تساعد اهل سيناء وبشده على الاستقرار، وانها تقدر يعني تساعدهم بايجاد فرص عمل وتحسن مستوى المعيشه. يا استاذه منى، يعني اعتقد هذه المعلومات يعني بعيده كل البعد عن الواقع الحالي. يعني أول نقطة أحب أن أشير إليها إن ما عادش في أبناء سيناء وأبناء الدلتا، إحنا كلنا يعني شعب مصري واحد، وما عادش أي فروق إطلاقا. فرص العمل متاحة لجميع أهالي سيناء، وجميع أهالي سيناء أقصد بيهم المقيمين، أنا نفسي مش من أهل سيناء ولكن مقيم حاليا في سيناء. فسيناء حاليا فيها فرص واعدة وفرص متاحة أفضل بكثير جدا من الدلتا، زي ما أشرت لحضرتك إن أصبحت سيناء مكان جذب حاليا، سواء جذب المواطنين أو جذب الاستثمارات الواعدة في جميع القطاعات الموجودة على أرض سيناء. سيناء تمثل أكثر من 6% من المساحة الكلية لمصر، مواردها عظيمة جدا، سواء الموارد التعدينية، البترولية، الزراعية، السياحية، الصناعية، كل ما يعني يتمناه المستثمر أو المواطن موجود على أرض سيناء. فرص العمل متاحة بشكل أكبر جدا عن باقي محافظات الجمهورية. بدعو شبابنا أن يتوجهوا ويخلوا حلمهم أن يقيموا داخل سيناء، عايزين هجرة داخلية من الدلتا إلى سيناء، لأن سيناء أفضل مما يقوم به الشباب من الهجرة الخارجية. إحنا عندنا هجرة داخلية فيها فرص متاحة للعيش فيها بشكل رائع جدا، موارد الاقتصادية متاحة، أي حد عنده حلم عايز يحققه يجي يحققه على أرض سيناء. شكرا جزيلا أستاذ محمد شطة وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء. مشاهدينا خلينا نروح للفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. الناس اللي بتحب الكوره في مصر وفي الوطن العربي قاعدين مستنيين مباراه نادي الاهلي وفيوتشر اللي هتلعب النهارده الساعه 7 بالليل في نهائي كاس السوبر المصري للانديه الابطال.
هنتكلم عن اخر استعدادات الفريقين للمباراه، مين الاقرب للفوز بلقب البطوله، وكمان هنتكلم عن مباراه تحديد المركز الثالث بين سيراميكا وبيراميدز. بكل تاكيد هو الاهم في الموضوع ان تخرج المباراتين بشكل يليق بالانديه الكبار، يليق باسم وتاريخ الكره المصريه. معانا في الاستوديو الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي عشان نحلل هاتين المباراتين. صباح الخير عليك. صباح النور، تحياتي لحضراتكم ولكل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. نبدا مع مباراه الاهلي وفيوتشر. توقعاتك لشكل المباراه هيكون عامل ازاي؟ وبالتأكيد طبعا زي ما الجميع عارف هي بطولة مستحدثة بتاخد شكل جديد، بطولة السوبر المصري يعني بأربع فرق، يمكن أول مرة نشوف الشكل ده، بنشوفه على مستوى العالم. الدوري الإسباني بنفس الطريقة يعني برضو حاجة الشكل جديدة. المستحدث مش البطولة يعني بالظبط. لا الشكل المستحدث طبعا بطولة السوبر المصري موجودة من بداية الألفية، لكن طبعا في الشكل الحالي مشاركة أربع فرق يمكن دي كانت حاجة جديدة على الكرة المصرية، وبتدي فرصة للتنافس، ويبقى أكتر من فريق عنده فرصة أنه يفوز بالبطولة، وترفع سقف طموحات الأندية اللي بتسعى أنها تضيف لدولاب بطولاتها أو تحقق لقب البطولة. يمكن بالتأكيد شفنا النادي الأهلي وتغلبه على فريق سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي وبهدف في الوقت القاتل، نفس القصة بالنسبة لمودرن فيوتشر وفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح. فبالتالي الكل طموحاته كبيرة في البطولة، اللقب بيغري كل فريق أنه هو يحقق بطولة. بطولة زي البطولات الكؤوس أو بطولات السوبر عموما بتبقى مطمع لأي فريق، لأن هي ما بتبقاش عمرها طويل، مش زي بطولات الدوري بطولة الأمد القصير. فبالتالي مباراة الكؤوس بالنسبة لي أنا ممكن أن أنا أضغط نفسي في 90 دقيقة أو 120 دقيقة بالنسبة لي المباراة. طبعا بالضبط طبعا. فبالتالي يعني أعتقد أن احنا نشوف مواجهة قوية ما بين فريقين عندهم طموحات مشتركة، عندهم فرصة أن هم يحققوا لقب البطولة النهاردة. طيب الناس متخيلة أن المباراة هتبقى سهلة وان الكفه بتميل ناحيه فريق النادي الاهلي، برغم ان احنا شايفين فيوتشر ماشي بخطه ثابته جدا على مدار الموسم كله، برغم ان هو في العاشر في الدوري المصري مثلا في المركز العاشر، لكن هنلاقي 4 بونت مثلا بينه وبين المتصدر في الكونفدراليه، واخد 7 بونت في المركز الثاني، يعني هو ماشي بخطوات محترمه جدا وثابته جدا. ده صحيح، يمكن بتفق مع حضرتك في نقطه ان المباراه مش هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي. صحيح ان نادي مودرن فيوتشر فاز بركلات الترجيح على بيراميدز، ولكن لا ننسى ان بيراميدز برضه منافس كبير ومنافس قوي، وعنده ذخيره من اللاعبين اللي تقدر تخليه يتجنب اي اجهاد او اي اصابه. في يمكن فريق مودرن فيوتشر تعرض لاكثر من اصابه في صفوفه في بدايه مباراه بيراميدز، لكن قدر بحسب يعني مصادر في نادي مودرن فيوتشر ان تعافى بعض اللاعبين منهم علي الفيل قلب الدفاع ومحمد عبد السلام نفس القصه، فقلبي الدفاع عنده جاهزين للمشاركه. يمكن دي حاجه مهمه بالنسبه للفريق وبالنسبه للمدرب البرتغالي ريكاردو فيرماسينيو، فبالتالي دي هتبقى نقطه مهمه بالنسبه لنادي مودرن فيوتشر. نفس القصه الناحيه الثانيه، النادي الاهلي يمكن برده كان بيعاني من الاجهاد بعد انهاء مشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. على مستوى سجل المواجهات ما بين الفريقين يمكن 4 مواجهات سابقه، 3 تعادلات وانتصار للنادي الاهلي، فما تقدرش تقول ان التفوق كاسح للنادي الاهلي. يمكن التعادل ده بالنسبه لفريق مودرن فيوتشر، ما ننساش ان هو فريق برضو يعني فريق جديد يعتبر، صحيح ان هو مفهوم طبعا يعني فبالتالي برضو امام النادي الاهلي والاسم والتاريخ والخبرات للاعيبه النادي الاهلي، فان انت تقدر تحقق كل مره تبقى ند في المباريات اللي قصاد النادي الاهلي، اعتقد دي تبقى حاجه كويسه. ويمكن زي ما حضرتك ذكرتي برضو مشاركته في كاس الكونفدراليه الافريقيه السنه دي ومنافسته على التاهل على المجموعه بتدي له فرصه ان هو كمان يطمع في المزيد ويحاول ان هو يحقق مزيد من الانجازات. فبالتالي اعتقد انها مش هتبقى مباراه سهله بالنسبه للفريقين النهارده. طيب عايزين بس نشوف كولر هيتعامل ازاي مع نقطه الاجهاد اللي بيعاني منه اللعيبه، اللي كان واضح جدا في المباراه اللي فاتت مع سيراميكا، واعتقد انه اطاله امد المباراه كان يعني كان مؤثر بشكل كبير جدا كمان على النادي الاهلي. وكان بعد مباراه كاس العالم كان البعض بيتوقع انه يريح كتير من اللعيبه اللي بتعاني من الاجهاد زي علي معلول وكوكا وغيره، لكن فوجئنا بعلي معلول موجود وبيأدي اداء كويس جدا مفيش مشكله، لكن بكل تاكيد ده هيؤثر عليه لو شارك في المباراه بتاعه النهارده ودفع بيه منذ البدايه. هو طبعا يمكن زي ما حضرتك ذكرت في اصرار من كولر على بعض العناصر، البعض قد يرى يعني محق في هذا الامر، والبعض قد يعني يؤخذ يرى ان هو يؤخذ عليك مدير فني ان انت عندك
عناصر بديله، وبالفعل انت جربت اكتر من لاعب في هذا المركز منهم بديله وجاهزه، منهم كريم الدبيس يمكن اظهر مستوى جيد في مباراه الدوري اللي شارك فيها، وحتى على مستوى الافريقي ايضا قدم مستويات طيبه للغايه، فبالتالي انت عندك بدائل. ولكن بعض المدربين ويمكن منهم مارسيل كولر بيميل لحته تثبيت العناصر الخاصه بالدفاع تحديدا، يمكن الرباعي الدفاعي الخط الخلفي ما فيش اي تغيير فيه من المباراه اللي فاتت، بنتكلم على محمد الشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ومحمد هاني، دول الرباعي وخلفهم طبعا حارس المرمى شاركوا بشكل اساسي طول الفتره اللي فاتت، فبالتالي ما كانش مستغرب ان احنا ممكن نشوف اصابات عضليه شويه لبعض اللعيبه منهم محمد الشناوي طبعا وياسر ابراهيم، ف يمكن الشناوي ممكن ما يبقاش موجود في مباراة اليوم، ممكن مصطفى شوبير اللي يبقى موجود هو الأقرب للمشاركة، ولكن في النهاية كمدير فني هو له حسابات، هو شايف ان هو رغم ان وجود امتلاكه عناصر بديلة تقدر تشارك في اي وقت، وده طبيعة النادي الأهلي، اسم النادي الأهلي طبعا مشاركته في العديد من البطولات بتفرض عليه انه يبقى عنده سكواد قادر اي لاعب ان هو يشارك في اي وقت، فبالتالي فكرة ان هو يعتمد على العناصر دي واجراء بعض التغييرات في الشق الهجومي او الجزء الامامي للفريق يمكن خلت برضو بعض الاجهاد للعناصر اسامينا علي معلول، واعتقد ان هو هيكمل الاعتماد على نفس العناصر اللي موجوده، وان كان هيعيد برضو العناصر اللي شاركت كبديله في المباراه اللي فاتت زي حسين الشحات وزي كهربا، اعتقد هياخدوا فرصه بشكل اساسي في مباراه النهارده، الى جانب بيرسي تاو طبعا اللي بيعتمد عليه بشكل اساسي جدا مارسيل كولر في الفتره اللي جايه. ففكره التعديلات دي يمكن بتبقى بحسب رؤيه المدير الفني، لكن انا في النهايه انا بعتمد على عناصر شايف ان هي هتادي الدور اللي انا بعتمد عليها فيه. اعتقد ان كولر النهارده برضو ممكن يلجا لاسلوب كان بطله بقاله فتره اللي هو التغييرات الكتير، يعني هو بقاله فتره مش بيستخدم التغييرات الكتير، لكن النهارده عشان يريح اللعيبه اعتقد انه وارد انه يستخدم هذا الاسلوب. هو طبعا هو مجبر على كده لان فكره ضغط المباريات دي برضو مهما وصل الانديه عندنا في الانديه المصريه تحديدا مهما وصلت لمرحله من ضغط المباريات، يعني فكره برضو ان انا العب مباراه كل 3 ايام دي برضو لسه ما وصلتش المفهوم ده للانديه عندنا، فبالتالي طبيعي ان هو هيجري تغييرات، طبيعي ان هو هيجري تعديلات. البعض كان بينتقد كولر في حته تاخير التغييرات شويه، بعض المباريات الدوري اللي تعثر فيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان نال انتقادات على عدم فقالوا انا هديكوا رقم تليفوني بيقولوا لي لو حد عايز طبعا إن أنا اجري تغيير يكلمني يقول لي اعمل ايه. طبعا يعني دي كانت لقطه من كولر، يمكن حتى بمناسبه كلام كولر هو كان اتكلم حتى عن المباراه وضغط المباراه، قال ان خلاص الاهلي اعتاد على ضغط المباراه، فدي حاجه انا الحقيقه شايفها حاجه جيده من كولر، ان انت تبتدي كمدير فني ترفض وجود شماعات لبعض يعني المدربين بيستخدموها اصلا الارهاق اصل غياب ضغط اللعيبه، وان كان لو قال كده كان هيبقى محق لانه بالتاكيد فتره زمنيه قصيره جدا ما بين مباراته في بدايه مشاركه كاس العالم للانديه ثم مباراه نصف النهائي ثم مباراه المركز الثالث ثم التحول الى بطوله كاس السوبر المصري، كل ده اكيد ضغط ما كانش متعود عليه النادي الاهلي في الفتره الحاليه. لكن هو كمان لو قال بالمناسبه هذا الامر زي ما حضرتك بتقول يعني انه حتى لو خسر وبسبب الاجهاد فالناس هتتقبل ده الا انه رفض ان هو يخلي ده شماعه حتى عشان اللعيبه لان ده بيؤثر بكل تاكيد على معنويات اللعيبه. هنكمل كلامنا معاك لكن بعد الموجز، مشاهدينا موجز لاهم الاخبار مع لميا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات قمة مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، ناقش خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، وأكد خلالها رفضهم التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا، كما شدد الزعيمان على أهمية عدم توسيع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولية. كما أكد الزعيمان أيضا أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. استشهد 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. وفي مدينة رفح أفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بقطاع غزة، وأوضحت كتائب المقاومة أنه تم استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعدة قذائف في مخيم جباليا، ما أدى لوقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. وأشارت كتائب المقاومة إلى أنه تم استهداف 3 آليات عسكرية في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين في معارك بقطاع غزة. وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، وذلك خلال المواجهات في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، كما اندلعت اشتباكات مسلحة أيضا في عدد من مدن الضفة الغربية، حيث شملت مدن جنين وتل كرم وكذلك الطيرة وشعفاط وقلقيلية، كما شمل الاقتحام الخليل والعساوية في القدس وأريحة ونابلس. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد ماكرون على ضرورة العمل على وقف الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة والتي يواجهها سكان المدنيون في غزة. وأضافت الرئاسة في بيان لها أن فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الأردن على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي نفذ بناء على توجيهاته ضربة استهدفت منشآت في العراق وسوريا يستخدمها مسلحون لتوجيه ضربات ضد المصالح الأمريكية. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والمناسبة، وذلك للتصدي لأي تهديدات أو هجمات. وتعرضت القوات الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 أهداف استهدافات منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ومرة أخرى نعود لمنا وشاذلي لاستكمال فقرتنا. شكرا لك يا لميا. خلينا نكمل كلامنا تاني مع الاستاذ امين نبيل الناقد الرياضي، ونكمل كلامنا عن مباراه الاهلي وفيوتشر. احنا عارفين ان في اصابات مختلفه وفي غيابات موجوده في الفريقين النهارده، هنتكلم عن الغيابات اللي موجوده في الفريقين، بس يمكن من ابرز الغيابات اللي موجوده النهارده واتكلمنا او شفناها تابعناها امبارح في المؤتمر الصحفي، اصابه الكابتن شناوي ووجود مصطفى شوبير اللي احنا شايفينه قبل بلاء جيد جدا وبلاء حسن جدا. احنا متخيلين الامور هتبقى ماشيه ازاي؟ هل فيوتشر هيعمل نفس الطريقه اللي كسب بيها المباراه اللي فاتت، هيفضل يقفل مسافات ويلعب على مسافات ضيقه عشان يوصل لركلات الترجيح استغلالا لعدم وجود كابتن شناوي؟ وطبعا زي ما حضرتك ذكرتي اصابه كابتن شناوي نتمنى له الشفاء والعوده من اجل المنتخب حتى الفتره اللي فاتت، وده نفس اللي بنتمناه للكابتن عمر كمال عبد الواحد اللي طبعا احد نجوم الكره المصريه في الفتره الاخيره، واللي كان متالق بشكل كبير مع مودرن فيوتشر، وهو بنسبه كبيره يعني الفحوصات الطبيه يعني بتؤكد ان هو هيبقى جاهز لانطلاقه بطوله كاس الامم الافريقيه. كل دي العناصر المهمه في الفريقين. يمكن طبعا الاستراتيجيه اللي بيعتمد عليها ريكاردو فيرماسينيو المدير الفني البرتغالي لفريق مودرن فيوتشر هو اتكلم عنها بشكل واضح ان هو له استراتيجيه معينه. طبعا لما بيواجه فريق او يعني اللي شفناه في ادائه امام بيراميدز، لما بيواجه فريق متعدد الاسلحه الهجوميه وذو طابع هجومي بيقدر ان هو يتحفظ شويه في الاداء، ما بيبقاش مندفع هجوميا، بيقدر يعتمد على المرتدات، وكان فعلا قريب ان هو يخطف الفوز في اكتر من محاوله هجوميه قصاد بيراميدز، يمكن منها فرصه انفراد تام لاحمد عاطف اللاعب اللي بيمتاز في بالسرعات في المساحات، فبالتالي عنده عناصر تخليه يقدر يعتمد على الاستراتيجيه دي بشكل كبير. بيقدر يقفل كويس جدا في نص ملعبه وفيلت ملعبه، ويقدر يفرض الكماشه الدفاعيه اللي بيعتمد عليها، بيعطل اسلحه المنافس بشكل كبير ان هو يقدر يعتمد على المرتدات اللي تخليه اكثر خطوره. طيب ماذا لو كان بيراميدز هو اللي في النهائي النهارده مع النادي الاهلي؟ المباراه كانت هتكون اصعب؟ هو طبعا يعني خلينا نقول ان البعض رسم السيناريو ده منذ يعني تحديد الطرفي للمواجهات في نصف النهائي. بالتاكيد مواجهات بيراميدز والاهلي بتبقى اكيد ليها طابع خاص في السنوات الاخيره، يمكن اخر لقاء ما بينهم كان على مستوى الدوري، يمكن كان تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن فاز بيراميدز بثلاثيه، فاعتقد دي كانت
برضو فرصه للنادي الاهلي ان هو كان عايز برضو يحقق فوز على حساب بيراميدز، لكن على مستوى بطولات الكوس الاهلي فاز على بيراميدز في نهائي كاس مصر وفاز عليه في نهائي كاس السوبر في النسختين الماضيتين، فبالتالي في تفوق كبير للنادي الاهلي على حساب بيراميدز. يمكن بيراميدز البعض انشغل شويه بالتركيز في مباراه النادي الاهلي قبل ما يصل الى النهائي بالفعل، فبالتالي بالتاكيد كانت هتبقى برضو مباراه لها طابع خاص، ولكن برضو ما ننساش ان النهارده هتبقى مباراه اعتقد انها تبقى شكل المباراه النهارده هيكون عامل ازاي؟ بطبيعه الحال هيبقى في ضغط هجومي للنادي الاهلي، اعتقد ان هو النادي الاهلي عايز برضو يجنب نفسه حته ان انا اخش في سيناريوهات الوقت الاضافي، لان برضو معلومه للساده المشاهدين على عكس مباراتي نصف النهائي النهارده هيبقى في حاله استمر التعادل ل 90 دقيقه هيبقى في اوقات اضافيه شوطين للفريقين، فبالتالي هتبقى برضو في مصلحه النادي الاهلي طبعا مع حالات الاجهاد ولا مصلحه برضو مودرن فيوتشر، خلينا نكون بشكل صريح، ولكن طبعا النادي الاهلي اكتر لان هو اللي بيعاني من اجهاد اكتر في الفتره اللي فاتت. مودرن فيوتشر يمكن كان في فتره راحه قبل المشاركه في بطوله السوبر، لكن في النهايه طبعا الفتره اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي ان هو يحاول يحسم اللقاء بدري او يحاول ان هو يدخل اللقاء بدري، يحاول ان هو يبقى له الافضليه هجوميا دايما، النادي الاهلي بيحاول ان هو يبقى له المبادره، ولكن طبعا اذا امتدت الامور او يعني كل ما التعادل فرض نفسه على اللقاء هيدي ثقه اكتر لمودرن فيوتشر ان هو يحاول يتحكم في سيناريوهات المباراه ويصير اللقاء للحته اللي هو عايزها. طيب الغيابات النهارده احنا قلنا كابتن شناوي هيبقى مكانه مصطفى شوبير، عندنا ياسر ابراهيم هيبقى مش موجود هينزل مكانه رامي ربيعه، ومين تاني هيبقى موجود في الاهلي؟ هو اعتقد يعني احنا بنتكلم على مصطفى شوبير في حراسه المرمى، علي معلول بنسبه كبيره اللي يعتمد عليه بشكل اساسي، رامي ربيعه طبعا من العناصر برده اللي ما نقدرش نقول انها بعيده عن التشكيله، هو بيشارك بشكل اساسي حتى فتره مش بعيده الى ان اعتمد مارسيل كولر على ياسر ابراهيم، طبعا محمد عبد المنعم من العناصر الاساسيه، نفس القصه محمد هاني في خط الوسط، مروان عطيه واحمد نبيل كوكا وايضا امام عاشور اللي بيقدم مستويات مميزه، بيقدم مستويات مميزه جدا مع النادي الاهلي، في الثلاثي الهجومي طبعا كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو بيعتمد عليهم بشكل اساسي مارسيل كولر، ده يمكن الشكل العام لتشكيل النادي الاهلي النهارده. الناحيه الثانيه اعتقد برده مش هيبقى فيه تغييرات كتيره بالنسبه لفريق مودرن فيوتشر، يمكن برضه بعض الاصابات اللي يمكن كانت او الاصابه المؤكده اللي هو هيغيب بشكل اساسي محمد فاروق لاعب الوسط الهجومي او اللي بيعتمد عليه في الثلث الهجومي المدير الفني فورمسينيو، فبخلاف ذلك اكدوا جاهزيه علي الفيل وايضا محمد عبد السلام قلبي الدفاع، وكانت التغييرات الاضطراريه ايضا باسم علي الظهير الايمن تعافى، يمكن كان برضه عنده اجهاد عضلي شويه لكن جاهز، طبعا هو الغياب الاكيد اللي هو عمر كمال عبد الواحد لانه غاب ايضا عن المباراه اللي فاتت، ده يمكن الغياب المؤثر، بخلاف ذلك العناصر الموجوده اعتقد مش هيبقى في تغيير، هيبقى بنسبه 80 الى 90% نفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه بيراميدز. عظيم، قبل ما نروح لمباراه سيراميكا وبيراميدز، توقعاتك مين يفوز في هذه المباراه ما بين الاهلي وفيوتشر؟ هي طبعا يعني خلينا اقول لك مباراه الصدمه بالنسبه لبيراميدز ان هو كان مهيئ نفسه للخوض النهائي، والصدمه بالنسبه لسيراميكا ان هو هيئ نفسه ان هو يخوض على الاقل ركلات الترجيح ويتلقى هدف بين ران صديقه في الوقت القاتل، فبالتالي يعني على الاقل هيبقى الفرقتين عندهم دافع ان انا على الاقل ما اخسرش كل حاجه، يبقى المركز الثالث صحيح ومركز شرفي، ولكن في النهايه برضو في جوائز ماليه، في حوافز اكتر، لكن في النهايه طبعا اعتقد ان الفريقين الدوافع مشتركه ما بين الاثنين متساويه بشكل كبير جدا، فما تقدرش تقول مين الاكثر تحفزا، ولكن خليني اقول لك اللي تحت ضغط اكتر هو بيراميدز، شفنا الضغوط الكبيره على مدربه كمان جايمي باتشيكو والحديث على امكانيه رحيله عن الفريق اذا طبعا بعد بطوله السوبر المصري، لان حتى مباراه موقفه في دوري ابطال افريقيا تعقد بشكل في حتى لو مرحلي في الفتره الحاليه، ولكن طبعا فده يمكن يديله دافع اكتر ان هو يحاول يحسن الصوره شويه بالنسبه لنادي بيراميدز. اكيد يبقى احنا كده يعني عملنا رؤيه شامله لما سيحدث النهارده، نتعشى من احنا نتفرج على مباراه حلوه ونستمتع أكيد. سواء في مباراتين المركز الاول والثاني ولا الثالث والرابع. كل الشكر ليك امير نبيل نقد رياضي، نورتنا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. مصر على مدار السنين اللي فاتت ركزت بشكل كبير جدا في سيناء على جهود تطوير البنيه التحتيه، انشاء شبكه طرق وانفاق عملاقه، وكمان اطلاق المشروعات القوميه الزراعيه والصناعيه والخدميه والسياحيه، ده من اجل تحسين حياه اهل وسكان سيناء الحبيبه. كمان
عملت على تحفيز مناخ الاستثمار، ودي نقطة مهمة جدا، ده طبعا بعد إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في سيناء عقب سنوات كتير جدا من التضحيات والتحديات في سبيل استئصال جذور الإرهاب، وهو ما نجحت فيه مصر بالفعل. أكيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وإقامة مشاريع وتطوير بعض المناطق دي. بنرحب معاكم في فقرتنا النهاردة بالاستوديو الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، بداية، جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية ولتنمية سيناء ولوضع حافز اقتصادي للاستثمار في سيناء، ليه كل كده؟ في الحقيقة يمكن الدولة المصرية وقادة السياسية المصرية أولت سيناء اهتمام شديد في 8 أو 10 سنوات السابقة. يمكن كان في رؤية قبل ما تشتغل، كان الرؤية بتعتمد على أولا تطهير سيناء من الإرهاب، ثانيا مد جسور التنمية عبر أنفاق، بقى عندنا 6 أنفاق في سيناء وبالتالي للدخول سيناء، وبالتالي أصبح كل 20 كيلومتر تقدر تدخل سيناء. والشيء المهم جدا أنه إزاي تعمل تنمية شاملة ومستدامة لسيناء. فدي الرؤية اللي كانت موجودة. اشتغلوا على 3 محاور مهمة. المحور الأول يتعلق بالبنية التحتية، المحور الثاني بيتعلق بالصناعة والاستثمار في سيناء، والمحور الثالث يتعلق بالحياة الاجتماعية لسكان الموجودين على هذه القطعة من أرض مصر. وأنا هنا خليني أقول معاكم أنه إحنا أهل مصر، يعني أهل، ما فيش أهل سيناء وأهل الشرقية وأهل أهل مصر جميعا، أن إحنا نبقى متواجدين جوة عمق سيناء. يمكن محور البنية التحتية تحديدا كان أهم محور عشان نبدأه بيه، وده بيتعلق طبعا بالصرف الصحي والمياه والكهرباء والطاقة بأنواعها. ويمكن الدولة أقامت طبعا أكبر محطتين صرف صحي، المحسمة وبحر البقر، وبالنسبة للطرق أكثر من 5000 كيلومتر، من ضمنهم طريق 231 كيلومتر نفق وطور، وفي طريق تاني 210 كيلومتر ده محور 30 يونيو. اتعمل أيضا في سيناء مجموعة من المحاور العرضية والمحاور الطولية في الطرق، وبدأت تتقسم سيناء إلى مناطق تنموية علشان يتم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية المتكاملة. الكهرباء طبعا أقيمت 4 محطات كهرباء، من أقوى المحطات اللي موجودة في الفترة الأخيرة في مناطق لإنارة الإسماعيلية الجديدة اللي في شارع القناة وإنارة مدينة السلام. أيضا تم الانتهاء من مشاريع المياه والصرف الصحي في سيناء بنسبة تتعدى فوق 85% إلى 92%. كده أصبحت العملية التنموية المستدامة جاهزة وشاملة. بدأ الاتجاه إلى التفكير في الاستثمار والصناعة، وتحديدا الصناعة. جينا نشتغل في الصناعة في مجمع الصناعة للأسمنت في العريش، مجمع الرخام في جفجافة في الوسط، ومجمع الرخام في راس سدر. بدأنا نتكلم على مشروعات استثمارية أخرى في تنمية الاستثمار السياحي وإعادة النظر إلى المناطق السياحية في منطقة راس سدر وجنوب سيناء، وإعادة تأهيل هذه المناطق للسياحة. وبدأنا نتكلم على إزاي نمهد لطريق العائلة المقدسة حتى نستفيد من أيضا السياحة الموجودة في سيناء ودير سانت كاترين. بعد كده كان في محور آخر الأخير يتعلق به التعليم. ويمكن خلينا قبل ما أروح التعليم أقول إن الدولة وفرت 8 مناطق صناعية في سيناء، ووفرت 80,000 فرصة عمل في سيناء، ووفرت 132 فرصة صناعية جاهزة للاستثمار في سيناء حاليا. بالإضافة طبعا إلى المشروعات الزراعية، استهداف 450,000 إلى 600,000 فدان، والمحور التنموي في وسط سيناء لإقامة 18 مجمع تنموي متكامل في قلب سيناء. لما دخلنا على الإسكان بالمحور الاجتماعي اللي هو محور يتعلق بالاجتماعي والحالة الاجتماعية والحالة اللي تتعلق بالحماية المجتمعية والسكان والصحة والتعليم، يمكن لأول مرة سيناء فيها 7 مدارس يابانية، فيها 4 مدارس تكنولوجية جديدة، يمكن في 4 جامعات تكنولوجية أصلا حاليا، جامعات أهلية جديدة، جامعة الطور، جامعة سلمان، وجامعة شرم، وجامعة العريش، وجامعة في شارع بورسعيد. دول 4 جامعات أصبحوا في سيناء. يبقى 4 جامعات مدارس تعليم تكنولوجي، 7 مدارس يابانية في سيناء. الإسكان تقريبا بدخول المدن الجديدة داخل سيناء زي سلام الجديدة وشارع بورسعيد والإسماعيلية الجديدة وبعض التجمعات التنموية بنصل إلى 500,000 وحدة سكنية بتجديد في سيناء. حتى مشروع تكافل وكرامة شمل تماما الحماية المجتمعية، مشروع 100 مليون صحة شمل أيضا السكان أهل مصر جميعا في سيناء. اللي أنا عايز أقوله هنا إن هذه الجهود التنموية المتكاملة اللي تمت في 8 سنوات، ويمكن لو قارنا من 73
لقبل الثمان سنوات ما عملناش يعني تقريبا واحد على 100 من اللي حصل في الثمان سنوات. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هذه رساله للداخل وهذه رساله للخارج. هذه رساله الى كل شباب مصر الصاعد الواعد وكل الاسر المصريه الباحثه عن فرص استثماريه وعن اماكن جيده جدا للعمل والاقامه والمعيشه في مشروعات متنوعه زراعه وصناعه وسياحه، هيكون المستقبل القادم هو ارض سيناء. الرساله الثانيه انه كل مصنعي العالم مستثمري العالم والداخل والخارج المستثمرين بنقول ان سيناء فيها نباتات عطريه، فيها مواد محجريه، فيها فرص استثماريه متنوعه مختلفه. اذا هذه ارض استثمار لديها سله استثمار متنوعه. بنقول في الرساله دي انه الموقع الاستراتيجي والجيوستراتيجي لسيناء اللي هو خلاها يعني شبه استهداف، فهي جزء اصيل من ارض مصر ومن تراب مصر، وأهل مصر المتواجدون هنا في سيناء وموجودين في أي مكان لديهم الحق إلى استعادة هذه التأهيل هذه المنطقة لكي تكون منطقة تنموية ومنطقة قادرة على أن تعطي لمصر والمصريين. عظيم جدا. بشكل جيد. أنا عايز أتوقف بس عند الرسالة الأولانية اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي الموجهة إلى الشباب، لأن يعني في فرص كتيرة جدا للاستثمار في سيناء، ومش بس للاستثمار، للعمل، يعني فرص للعمل كتيرة. وقد احنا الفتره اللي فاتت يعني لو رجعنا بالتاريخ لورا شويه 10 سنين مثلا او اكتر من 10 سنين كان عندنا حاجه اسمها هجره داخليه، كنا دايما سكان هذه المناطق المحافظات الحدوديه المحافظات اللي ما فيهاش خدمات ما فيهاش تاهيل ما فيهاش بنى تحتيه ما فيهاش مشروعات، كان دايما بيكون في نزوح وهجره داخليه للقاهره. ازاي كل هذه المشروعات اللي حضرتك ذكرتها وتنفذت في كل القطاعات هتوفر فرص عمل مش بس في التشغيل لا كمان في انشاء هذه المشروعات؟ شوف انا عايز اقول لك انه باختصار شديد ان في مش اقل اعتبارا من العام القادم 24 مش اقل من 100 او 150 فرصه عمل ستتوفر في سيناء. ويمكن النهارده يعني انا عايز اقول ان لازم يبقى في حاجتين، ان في الدوله بدات واستمرت في مشروع تنموي مستدام في ارض سيناء، وبادئ ان لازم يكون في الجانب الاخر الشعب والشباب جاهزين الى استخدام ذلك استخدام جيد. يعني الفكرة ان انت النهارده بقيت متواجد على اي 20 كيلو متر اي بتعدي في تبقى في سيناء ما عادش في فكره ان انت تستنى على نفق واحد وتقعد سبع ساعات، اصبحت العمليه بالنسبه لنا ساعه وساعتين وثلاثه، وممكن يبقى في حلقات متصله ما بين مدن القناه في البيزنس في العمل، مدن القناه في غرب القناه وشرق القناه بشكل جيد وبشكل سهل جدا. اللي انا عايز اقوله انه اللي بيفكر في زراعه زيتون، اللي بيفكر في التمور، اللي بيفكر في النخيل، اللي بيفكر في النباتات العطريه والطبيه، اللي بيفكر في مشروع صغير، اللي بيفكر في بيت يقدر يشتغل عليه بيت وارض و10 فدادين في المشاريع التنمويه، يعني اعتقد ان في فرصه سانحه جدا حتى لشباب مصر الان الى دراسه كيفيه العمل والوجود والتواجد في ارض سيناء. اعتقد انه احنا من وجهه نظري المفروض يكون لدينا جميعا من الداخل من وازعنا مشروع قومي لكي نصل ب 9 مليون او 10 مليون مصري من الكتله السكانيه المصريه تتواجد لتعمير هذه الارض اللي هي 60 الف كيلو متر ده موقع استراتيجي. بتتكلم على اللي عايز يتكلم على الساحل الشمالي في 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 غرب في سوري في شمال سيناء على سطور شريط ساحلي ممتد من افضل شواطئ العالم في البحر الابيض المتوسط، بنتكلم على جزء لا يتجزا من يعني كروز والشعب المرجانيه في الجنوب، بنتكلم على خليج العقبه وخليج السويس، بنتكلم على مناطق سهل جدا جدا اعاده استخدامها واعاده الاستفاده منها، محتاجين الناس اللي بتعمل حفلات كبيره وبتنظم حفلات كبيره تيجي تنظم حفلات في وسط سيناء وحفلات في جنوب سيناء وحفلات في شمال سيناء، ننقل نظره العالم ونظره الدنيا في مصر في الداخل والخارج الى منطقه سيناء. ده ما كانش هينفع يحصل يا دكتور غير لما يحصل ارساء للامن وللقضاء على الارهاب ووجود استقرار في المنطقه، يعني مش هينفع نقول للسياح تعالوا احضروا حفلات، مش هينفع نقول للناس تعالوا احضروا حفلات او غيرها، يعني ايا كانت من الانشطه، غير بعد ملف اخذ مننا جهد كبير جدا، اخذ مننا ارواح من يعني الشرطه المصريه والجيش المصري، يعني اخذنا فتره طويله جدا لغايه ما وصلنا لهذه المرحله ان احنا نقدر نقول تعالوا اعملوا حفلات، الوضع بالزبط. امن ومستقر. هو عشان كده انا قلت في بدايه كلامي انه احد اهم المحاور اللي بداوا عليها القطاعات اللي هو تطهير سيناء من الارهاب. ويمكن كان عندنا نموذج جديد على فكره واتكلم عنه السيد الرئيس في منبر الامم المتحده انه احنا استبدلنا الارهاب بالتنميه. يعني لم تكن عمليه القضاء على الارهاب فقط. اولا عشان بس الناس تبقى اللي بتسمعنا، يعني انا بحيي القوات المسلحه المصريه اللي ما حركتش العناصر الارهابيه الصعبه من نقطه صغيره في سيناء،
يعني لم يتحرك الإرهاب في شبه جزيرة سيناء في أكثر من نقطة واحدة صغيرة على مدار 4 أو 5 سنوات حتى تم القضاء تماما، وأصبحت يعني الآن سيناء من المناطق الأكثر أمنا في جمهورية مصر العربية. ما كانش ده الفلسفة بس، كانت الفلسفة كمان إن احنا قادرين على حماية أي استثمارات، إن الجيش المصري قادر على حماية أي استثمارات على أرض سيناء. أعتقد إن احنا لازم نفهم كمصريين أن الثمن وفاتورة الأمن فاتورة اقتصادية كبيرة، الأمن له فاتورة، وعشان نبقى فاهمين كويس جدا وفرصة إن أنا أوضح هنا إنه اللي حصل في تطوير القوات المسلحة المصرية عنصر اقتصادي مهم جدا، وكان لابد أن يتم ذلك، والأيام أكدت الآن وأثبتت أن التحديات الجيوسياسية والظروف التي تمر بها البلاد وكل نحن نعمل الآن والنيران تحيط مصر من كل جانب، وبالتالي نحن قادرين على حماية الاستثمارات المصرية المحلية وقادرين على حماية الاستثمارات الأجنبية سواء على أرض مصر دلتا النيل أو في قلبه أو في عمق سيناء. هذا ثبت بالدليل القاطع أن نحن لدينا رؤية في الذي يحدث، لم نترك الإرهاب ولكن دخلنا سيناء بمنظومة مزدوجة هي القضاء على الإرهاب والعمل على التنمية الشاملة في أرض سيناء، والقادم هو تحويل سيناء إلى كتلة سكانية كبرى منتجة تنموية تستطيع أيضا أن تؤدي دور مهم جدا في صناعة منظومة الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي. الأمن في سيناء وما تم فيه الآن من خطط استباقية، يعني ما حدث في سيناء من إرهاب بسيط لن يحدث في المستقبل، لأنه الآن القوات المسلحة المصرية طورت الأداء وطورت التسليح وطورت الخطوط اللي بتتعامل معها. كل ده احنا شفناه، سمعناه كإعلام، سمعناه كمحللين، شفنا تنوع السلاح من كل دول العالم في آخر 10 سنوات، شفنا التشكيلات العسكرية اختلفت بعدين القواعد. أصبحنا الآن دولة قادرة على أن تحمي التنمية، على أن تحمي الاستثمار حتى في عمق سيناء. الأمر ما بقاش يعني في بشكل أو بآخر حالة اللي مرينا بيها من 2011 ل 2013 دي مش هتتكرر تاني، نتيجة ان في جزء كبير جدا من العمل المشترك اللي بقى قائم فعلا على توزيع عدالة التنمية. عندما نأخذ سيناء الى هذا توزيع عدالة التنمية، طبعا طبعا عدالة ونواتج التنمية، لما يكون عندي استثمار تم في سيناء يقترب من التريليون جنيه في 8 سنوات، اذا ده جاي منين؟ جاي من توزيع العادل للنمو والتنمية على ارض مصر. وخلينا اقول هنا، يمكن يعني احنا النهارده بنتكلم على تنمية سيناء، الناس اللي بتتكلم على تنمية الصعيد ايضا عندها نموذج مختلف. اذا مصر الان تتحدث عن نموذج يهتم بتوزيع كل ما يحدث من نواتج للنمو على جمهورية مصر العربية. سيناء صاحبة جزء اكبر، وانا شخصيا بشوف، ودي دعوة لكل رجال اعمال يمكن الداخل والخارج، انه لازم نهتم اهتمام شديد جدا. لدينا فرصة سانحة جدا لأن نكون مقدمين لاقتصاد قوي من خلال سيناء. ده اللي كنت أسأل حضرتك عنه دلوقتي. حضرتك ذكرت دلوقتي حماية الاستثمار، مصر طبعاً تمتلك من القوة طبعاً اللي تقدر بيه من خلالها هي حماية أي مستثمر أو أي استثمارات موجودة طبعاً في هذه المنطقة. المستثمر بيحب إيه أو بيحتاج إيه؟ بيحتاج بنية تحتية أساسية، ودي اتكلمنا عنها في بداية هذا اللقاء، وبيحتاج استقرار وأمن. إيه تاني بيحتاجه المستثمر؟ المستثمر بيحتاج يبص على 7 أو 8 محاور مهمين جدا. أول حاجة بيبص عليها، بيبص على الاستقرار الأول، وتاني حاجة بعد الاستقرار السياسي والأمني بيبص على البنية التحتية، بيبص على العمالة والإيد العاملة، بيبص على أسعار الطاقة ووجود الطاقة وتوفر الطاقة بشكل جيد، وده مصر تقدمت فيه. بيبص على عملية دخول وخروج الأموال، بيبص على الـ يعني العملة وثبات العملة وسعر العملة، بيبص على التنوع السلة الاستثمارية. يعني أنا ما بلاقي تنوع سلة استثمارية، زراعي، صناعي، تجاري، بحري، اقتصاد أزرق، اقتصاد أخضر، فبتلاقي عنده كتير جدا من الفرص الاستثمارية. بيبص على البنية الرقمية والشبكة الرقمية الموجودة، بيبص على المواني اللي موجودة عندك وفرص الشحن للمواد الخارجية والداخلة، بيبص على الاكسسبيليتي الوصول ازاي، الطيران وخطوط الطيران، كل الحاجات دي بتؤخذ في الاعتبار في الفرص الاستثمارية. وانا اعتقد على فكرة عشان برضو سادة المشاهدين، احنا من اجهز الدول افريقيا وبنحقق اعلى معدل في جذب الاستثمار الاجنبي حتى العام، حتى اقصى عام اقتصادي 23، لان جاهزيه مصر في البنيه التحتيه وجاهزيه مصر في الايد العامله وجاهزيه مصر، يعني احنا ناقصنا تعديلات خفيفه جدا بتتم وجاري العمل عليها في ضبط سعريه العمله، وهنكون من الدول اللي هتقدر تعمل قفزات فيما يتعلق بجذب الاستثمار الاجنبي المباشر. وده شيء مهم جدا، ان المستثمر بيفكر في السوق فين، حجمه،
ومصر عندها واحدة من أهم ثلاث أحجام للأسواق الأفريقية، مفتاح وباب لأفريقيا كاملة من مصر، ممكن تشتغل على أفريقيا. عندك موانئ على البحر الأحمر وموانئ على البحر المتوسط الطرفين، عندك الإيد العاملة، عندك التعليم، عندك جامعات أهلية، جامعات تكنولوجية. يعني أنا عايز أقوله دايما، ودايما دي رسالة يعني لكل الناس اللي بتسمعنا، مصر بلد كبيرة، مصر أصولها كتير، مصر الأصول الثابتة اللي فيها والمحاور والملفات اللي موجودة فيها قادرة على صناعة اقتصاد قوي. ويمكن هي المسألة ان احنا مرينا بظروف على مر التاريخ صعبة، يعني احنا اول مرة نستدين، مصر لم تستدين الا عام 70، اول مرة نجيب دين خارج عام 70. فاحنا يعني مصر مرت بظروف ما فيش دولة في المنطقة تتحمل ذلك الى الان. الى الان مصر هي مركز الارض. عشان اقول لك على حاجة يمكن حتى لها علاقة بالاقتصاد، الحلول لكل دولة من دول المنطقة فيها مشكلة هتحل في القاهرة ولا تحل خارج القاهرة. فالقضية الان ان احنا كشعب وكناس بنشوف عناصر التنمية في سيناء، عناصر التنمية في الصعيد، عناصر التنمية في كل مكان. دي رسالة للمستثمر ورسالة للطمأنينة للداخل والخارج. احنا في عز اصعب عام اقتصادي مر على العالم شتاء 23، ومع ذلك البضائع متوفرة في الاسواق، ومع ذلك ما عندناش مشكلة. ولو حصلت مشكلة في صنف او في منتج بتاخد لها اسبوع ونبدا يتم السيطرة عليها. الى حد كبير في مشاكل اقتصادية بيمر بها العالم باثري، وفي عندنا تحديات، وفي ناس عندها مشاكل في اسر معينة، لكن في النهاية احنا البلد اعدت اعداد جيد، طرق، كباري، كهرباء، طاقه، سيناء، الصعيد، عندنا فرصه سانحه جدا ازاي نقدر نشتغل عليها. وبعدين يعني اللي انا عايز اقوله انه شباب مصر النهارده لما نلاقي 5.5 مليون فرصه عمل اتعملوا في الثمان سنوات اللي عدوا علشان خاطر نشتغل في مشروعات البنيه التحتيه، لما النهارده يبقى في عندي فرص في مدن جديده، لما يبقى عندي فرص السنه في الصيف كله في شغل جديد اتعمل. انا عايز اتكلم عن الفرص اللي موجوده دي. زمان كان اللي بيبقى بيروح سينا عشان بس يروح كان بياخد وقت طويل جدا وما بيبقاش عارف يرجع بسهوله بالزبط. وكان في قصص شرايين الحياه او الانفاق اللي تم يعني التعامل معها وحفرها في الفتره الاخيره ورصفها وافتتاحها كمان من قبل الدوله المصريه، اعتقد انها سهلت الوصول لسينا والخروج من سينا، وربطت المختلف الاماكن، سينا بمدن القناه، سينا بالداخل، بكله ما بقى كل البلد داخليا مربوطه ببعضها. هو طبعا في حاجتين الدوله اشتغلت عليهم، وانا عايز احط اولا هم قضوا على المركزيه شويه. يعني النهارده في 952 مكتب سجل مدني في سينا، في 15 وحده مرور، في 21 نيابه في سينا، وبالتالي ده اصبح كل مصالحك وخدماتك تقضى من هنا. الامر الثاني انا عشان زمان وقليل اقول عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، لما اجيب خوخ من العريش عشان اعديه كنت امشي 176 كيلو عشان اوصل نفق الشهيد، واقعد 10 12 ساعه، وبعد يقعد يومين، وبعد اليومين يقدر. ده انا بدي مثال على صنف واحد. النهارده من اي 20 كيلو متر تقدر تعدي وخط رايح جاي. دي كانت مهمه جدا، وده بيؤكد على انه اللي حصل في سينا حصل بدراسه، ما حصلش كده يعني، ما حصلش ان انا بدات. ده كان بيؤثر على سعر المنتجات طبعًا كمان، ما اثرش على حاجه لانه بدا انت بتشتغل بدراسه، انت عايز تنمي سينا، مش هتعمل التنميه جوه وبعدين تبدا تدور على الانفاق. لا، انت بدات الاول بالانفاق وبعدين تطهير الارض من الارهاب، ومشيت ده كله مع انه تشتغل على البنيه التحتيه وتحللها علشان تقدر تخش والدخول. انا اعتقد يعني من وجهه نظري أن الآن الدخول إلى قلب سيناء من شباب مصر ومن شعب مصر ومن عناصر التنمية ومعاور التنمية كلها دخول بلا عودة. الآن جاء الوقت إلى أن يكون في النهاردة المدارس متوفرة، المدارس التكنولوجية متوفرة، المدارس اليابانية متوفرة، المياه والصرف الصحي موجود، الطرق موجودة، الوصول إلى أي مكان في الدلتا سهل جدا. أصبح الآن الفرصة سانحة أمام من يريد العمل بشكل جيد. زمان كنا بنعمر سيناء ببطء شديد زي ما قالت الاستاذه منى، كنا بنعمر ببطء لان ما كانش فيه عندنا حلقات وصل. النهارده التعمير قد يكون اسرع بكتير، ما عندناش مشاكل في كل طرق سينا الان ليها مواصلات. على فكره يمكن في خطوط سكك حديديه في الفردان والعريش بتتعمل بشكل جيد. اللي انا عايز اقوله انه في محورين مهمين جدا، انا يمكن تابعت السيد وزير النقل وهو بيتكلم على محور على شريط ساحلي دولي هيربط لحد بورسعيد، ومحور من الشمال من رفح العريش يمتد الى الطور في الجنوب
المحاور دي كلها ربما ستكون لها تأثير كبير جدا على انسيابية الحياة في سيناء. سيناء لن تعود أرض صحراء جرداء، ولن تكون عبارة عن تجمعات سكنية بسيطة. صحيح. من أهلنا في أهل مصر في سيناء، وستتحول إلى مجمعات وتجمعات سكنية تنموية ذات تنمية مستدامة. الشاب اللي هيتنقل النهاردة وهيرضى وهيقبل أنه يروح يشتغل في سيناء هياخد بيت، والبيت ده مكون من 4 حجرات، وبياخد معاه 5 إلى 10 فدان في مجمع تنموي متكامل. فبدل ما كانت سيناء في الماضي طاردة للسكان أصبحت جاذبة للسكان. دعني أقول أنها انتهت عزلة سيناء إلى الأبد جداً. وهذه أهم رسالة لكل من يسمع صوت مصر الآن. الحديث عن سيناء بهذه التنمية يجعل الرسالة واضحة للجميع. سيناء أرض مصر وأرض المصريين، ولن تفرط الدولة المصرية في حبة أو ذرة رمل ارتوت بدماء المصريين، وترتوي في المستقبل بعرق المصريين. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقتنا. جهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية لإنهاء العدوان على غزة ورفض جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا. كمان في اهتمام بنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة للتخفيف عن الأشقاء. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأسرة البرنامج وكل السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. وقوف مصر بجانب الأشقاء في فلسطين ليس جديد، يعني هذه الأزمة ليست هي البداية. هناك صحيح. تاريخ طويل لدعم مصر للقضية الفلسطينية بدوافع عديدة. لو حضرتك تكلمنا عن أبرز المراحل اللي مرت في دعم مصر للقضية الفلسطينية. هي الحقيقة القضية الفلسطينية وغزة وفلسطين بالذات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ. ولذلك منذ الوهلات الأولى خالص من بدايات صبرة وشاتيلة وبداية سنة 1948، وكان للجهود المصرية أن جأرت بشكواها إلى الأمم المتحدة وسعت بشكل مكثف لإرسال بعثة من الأمم المتحدة للوقوف على ما حدث، لجنة تقصي حقائق، وقامت بمجموعة كبيرة من الجهود. بدأت بشكل استقلالي بعد إعلان دولة إسرائيل عام 1962، وكان المعني في هذا الملف وضع دستور لغزة يضع سلطات ثلاثة، يعني سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. ثم عرجنا بعد ذلك إلى مرحلة تتعلق بإصدار فكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة، ثم عرجنا بعد ذلك إلى قبول معاهدة أو مبادرة روجرز عام 1970 بعد أن تولى رئيس السادات الله يرحمه. ثم هذه المبادرة كانت بتقوم على سلام بين الطرفين، ثم قرار 242 بعودة اللاجئين واستقلال كامل للسلطة الفلسطينية وتقسيم فكرة الدولتين. خدت فترة من الجولات حتى عام 1979 و77 بقى بدأت مفاوضات السلام، اتفاقية كامب ديفيد، وبذلت فيها مصر جهود غير عادية إلى أن تم الاتفاق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد، ويعني تصريحات وبوثائق موثقة في هذا الملف. بعد ذلك عام 1982 الرئيس مبارك الله يرحمه كان تولى فكرة مبادرة، وجود مبادرة قوية وهي الأرض مقابل السلام، وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرار 343 و242 الخاص بعودة اللاجئين، وقف الاستيطان، تصفية الاستعمار وما إلى ذلك. وانتهينا إلى مجموعة من المراحل بقى، بدأت أوسلو، بدأت مفاوضات أوسلو، ثم اتفاق غزة أريحة. لكن بعد كده دخلت القضية الفلسطينية في انشقاق ما بين فتح وحماس، هديت الأمور شوية لغاية لما يعني بدأنا في المرحلة الحالية. دي أبرز المحطات طبعا كتير، يعني مصر كانت وراء 242 قرار من الأمم المتحدة، مصر كانت وراء 186 قرار من مجلس الأمن يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأقربها حضرتك القرارات الصادرة من الجمعية العامة برفض فكرة
نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس الشرقية. وشفت حضرتك عام 2018 الجهود المصرية قد إيه، سواء كان في مجلس الأمن وطبعا الفيتو حال دون عدم الاعتراف بده، لجان الجمعية العامة اللي يعني بأغلبية طبعا بأغلبية ساحقة استطعنا أن احنا نحول دون صدور القرار بنقل السفارة من وإلى أو إدانة هذا الأمر. يعني مسارين شغالة فيهم مصر على التوازي، في نفس الوقت خطوات وإجراءات بتحاول تسعى إليها الدولة المصرية لإقرار هدنة جديدة أو قد نصل إن شاء الله إلى وقف إطلاق نار، وفي نفس الوقت بتسعى الدولة المصرية لإدخال مزيد من المساعدات. إحنا شايفين الجو عامل إزاي، لا يخفى على أحد المعاناة اللي بيعيشها الأشقاء في فلسطين، وعشان كده بتحاول الدولة المصرية في مزيد من الدعم الذي يقدم للأشقاء لتخفيف معاناتهم. مسارين شغالة فيهم الدولة المصرية في نفس التوقيت. الحقيقة هم مش مسارين، هم أربعة. يعني المسار الأول منذ البدء العدوان على طول على غزة، وبدأت مصر على المستوى الدبلوماسي والمستوى الدولي جهود مكثفة، ودعا فخامة الرئيس لمؤتمر في مصر، مؤتمر للسلام في مصر ومبادرة، ويعني كان لهذا المؤتمر صدى واستجابت له يعني أغلبية ساحقة من وتبنى استراتيجية موحدة لفكر الدولة المصرية تجاه الدولة تجاه القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية بالكامل، وإن غزة يجب ألا يهجر أهلها، وأن سيناء يجب أن هي تكون خط أحمر في هذا الأمر، ولا يجب تصفية القضية الفلسطينية. والعالم كله ده كان أحد المحاور الانطلاقة الأساسية للكلام ده. ثم بدأنا على المستوى الدولي في مجموعة كبيرة جدا من الزيارات المكوكية لمعالي وزير الخارجية، استطاع بجدارة أن يقنع العالم بأن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي على غزة ليس دفاع شرعي عن النفس كما كانت تدعي إسرائيل. ثم انتهينا من هذا الملف، ثم بدأ في إقناع الشركاء الخارجيين أوروبا وأمريكا وغيره، وذهبوا للكونغرس وغيره، لأنه إقناعهم أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية وأن العالم يجب أن يكون له هذا الأمر. ثم بعد ذلك تم التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر حول احتواء الأمر وهدنة، ونجحنا في هذا الأمر نجاح كويس، ووصل الجهد السياسي الدولي عنفوانه عندما دعينا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يذهب إلى مشارف غزة ويطلع بنفسه على المأساة الإنسانية الشديدة التي يعيشها أهالينا في غزة. واستطاعت مصر أن هي تغير وجهة نظره عن ما كان يتبناه من قبل، حتى أن الأمين العام تعرض لبعض يعني الانتقادات من جانب الإسرائيلي طيب، وأيضا موقفه في مجلس قرار مجلس الأمن اللي هو من كام يوم ده، الأمين العام بنفسه قال أنه يجب وقف كامل لإطلاق النار، دون وقف فوري لإطلاق النار لن نستطيع أن احنا نبذل هذا الجهد. فده بالنسبة للشق السياسي على المستوى العالمي. ثم في شق سياسي على المستوى الإقليمي اللي هو بقى تكثيف الجهود مع الأردن اللي هي مجموعة الدول المعنية بالدولة الفلسطينية، الأردن ثم قطر ثم المملكة العربية السعودية ثم مجموعة الدول اللي يعنيها الأمر في 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 فلسطين. ثم بعد ذلك جاءت الجهود الإنسانية، الجهود الإنسانية برضو بارزة وحاضرة، عشان كده بنقول إن هم أربع توجهات. الجهود الإنسانية حاضرة، بدأت من اليوم الأول بالإصرار مصر رغم الضغوط الإسرائيلية على عدم فتح المعبر، وأصرت مصر وبالقوة دخلنا المعونات الإنسانية ومشاركنا بأكثر من 80% في قدر هذه المعونات. ثم فتحنا المستشفيات استقبال الجرحى من الإخوة الفلسطينيين، ثم استطعنا وبجدارة، ودي حاجة برضو مميزة جدا، حتى وضعت الأمم المتحدة في حرج الآن تدافع عنه، وهو أنه تشرف الأمم المتحدة من خلال الأونروا على توصيل المعونات الإغاثة الإنسانية، وده كان دور مصر رائع برضو. أن الأمم المتحدة هي اللي تشرف بذاتها عشان الصلف والتعنت الإسرائيلي في توصيل المعونات الإنسانية، حتى أنها في آخر قرار من قرارات مجلس الأمن عينت منسق خاص يتولى أي الشؤون الإنسانية يتولى جانب المساعدات. فده برضو كان جانب قوي جدا من خلال المساعدات، توصيل المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة. ثم على المستوى الشعبي ده الأخير بقى، الجهود الشعبية جهود كبيرة طبعا، زي ما حضرتك شفت
الشعب المصري عن بكرة أبيه من أقصى إلى أقصى ومن أكبره إلى أصغره. صحيح. قام والتهب ويعني تحرك وبشكل مكثف للدفاع عن الإخوة الفلسطينيين. فجهود المصرية رباعية بصراحة، وكانت جهود يعني لو عدنا نتكلم فيها كتير مش هنقدر نكمل. بعد اقتراب الشهر الثالث من الحرب أنه ينتهي وفقا للقانون الدولي، إيه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ هو أثناء المعارك يعني أثناء العمليات العسكرية بيبقى القانون الدولي كل اللي هو يقدر يعمله أو حتى الآليات اللي موجودة فيه هي آليات احتواء. يعني يقدر، وده كان رقم واحد. وللأسف الشديد فشل مجلس الأمن، أنا يمكن يعني قلتها وبقولها تاني للمرة الثالثة، في أنه يعمل وقف لإطلاق النار، مع أن مجلس الأمن هو المجلس المعني في الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي. رغم خطورة الموقف، وكنت أتمنى، أنا كنت متابع يعني بحكم تخصصي متابع جيد لقرارات مجلس الأمن، وكنت أتمنى أن في المجلس ده في القرار ده نتوصل لوقف كامل إطلاق النار، لسبب أن في المجلس الأول أو في القرارات الأولى ما كانتش فكرة خطورة السلم والأمن الدوليين والتهديد وصل أبعاده. لكن لما تلاقي حضرتك أن البعد وصل للأمن، البعد وصل لليمن، البعد وصل لقفل المضايق، خطورة هذه الحرب وصلت إلى استفزازات سورية ثم لبنانية ثم عراقية، اتسعت رقعة الصراع. وهما حذرت منه مصر وقالت أنه إذا استمر هذا الوضع حيتسع رقعة الصراع والوضع هيخرج عن السيطرة في الشرق. ده صحيح. فمستني إيه مجلس الأمن؟ مستني إيه عشان ياخد قرار بوقف إطلاق النار والرقعة تتسع يوما بعدها؟ فكنت أتأمل أن مجلس الأمن يعني يكون حريص في هذه المرة، ولكن للأسف الشديد كالعادة طبعا الضغوط الأمريكية والضغوط الإسرائيلية وجنبوا فكرة وقف كامل إطلاق النار، وقالوا احنا نعمل هدنة طويلة الأمد، ثم ركزوا على المعونات الإنسانية وقالوا ان احنا هنعين منسق وهنوسع حجم المعونات الإنسانية. وده يمكن ربما برضو في تخوف ان إسرائيل، لأنها اشترطت فكرة التفتيش. يعني هو بيقول ايه؟ أنا مش عايز المعونات الإنسانية دي تذهب إلى حماس ثم تستطيع حماس الاستفادة منها فتقوي موقفها. فأنا اديني دور في ان أنا أفتش كل ما يتعلق بهذه المعونات الإنسانية. فالخوف ان هي تؤدي الى تباطؤ. مصر طلبت الاشراف الاممي برضو عشان النقطه، عشان الموضوع من الاول. من الاول يعني كنا بعاد النظر على الشق الدولي في ان احنا اسندنا جانب المساعدات بالذات ان تشرف عليه الأونروا. وخلي بال حضرتك للاسف الشديد الأونروا في تاريخ حياتها ما فقدت عدد من اعضائها زي ما فقدت في هذا، اكتر من 100 وشويه من الأونروا شهيد فقط من الأونروا وهو يؤدي غرضه. محكمة العدل الدولية نقدر نلجأ لها ازاي بعد التوحش اللي بتقوم به اسرائيل والهجوم الوحشي والعشوائي والهدف منه إبادة المدنيين زي ما احنا شايفين؟ كيف يتم اللجوء ليها وممكن نوصل لإيه؟ المحكمة الجنائية الدولية طبعا هي كانت لما انشئت، يعني مش هنطول كتير فيها لأنها خدت من سنة 1991 لغاية 1999، وتم وضع الميثاق، دخل حيز النفاذ في 2002. لكن لها آلية غريبة جدا، هي كانت المحكمة الأمل منها أن هي تبقى مستقلة عن مجلس الأمن وبالتالي تبقى مستقلة عن الأمم المتحدة، مش لها تدخل في الأمم المتحدة فيها. لكن ربطوها بمجلس الأمن في أن مجلس الأمن يستطيع الإحالة للمحكمة، ثم لمجلس الأمن دور مؤثر لأمريكا طبعا في مجلس الأمن عشان الفيتو، ثم لأمريكا دور مؤثر أيضا في مسألة اختيار الأمين العام أو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ودول طريقين، الثالث بتاعهم أن دولة تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية من الدول اللي احنا اللي ليها حق اللجوء إلى المحكمة، اللي هي عندنا الأردن وجزر القمر وإريتريا، ثلاث دول فقط من حق أي دولة منهم أن هي تروح تشتكي إلى المحكمة. دي الدول الأعضاء؟ دول الدول الأعضاء، غير الدول العربية كلها رفضت الانضمام للمحكمة لأن كان المأمول أن المحكمة تبقى مستقلة، تبقى شق قضائي فقط. لكن بما أنك ربطتها بالأمم المتحدة واختيار المدعي العام للمحكمة وأن مجلس الأمن يحيل، فبقت تدور في روحها الفيتو برضو، ما خرجناش كتير. صحيح. وده خلى كل الدول العربية قاطبة، ومصر كانت أولى هذه الدول،
ان هي ما ننضمش للمحكمه الجنائيه، لا سيما وان اسرائيل وامريكا لم ينضموا الى المحكمه، وقعوا على الانضمام والعالم كله وقع بعديهم، ثم سحبوا توقيعهم قبل انتهاء التصديقات بيوم واحد، الاثنين مع بعض وقعوا والاثنين مع بعض انسحبوا. فطبعا كان يعني احسننا صنعا ان احنا لم فاللجوء للمحكمه في الوقت ده، يعني انا يعني تاريخنا مع المحكمه ان هي لها صيغه سياسيه بتبقى مش وفي وقت الحرب بالذات ما يبقى اللجوء للمحكمه يعني نوع من انواع تضييع الوقت. أكيد. لكن يعني ده احنا لا يخفى على احد نوصل. ان القضيه الفلسطينيه والوضع في فلسطين هو هم دائم وقضيه مقربه الى قلوب المصريين على المستوى الشعبي، وهي طبعا القضيه الاساسيه صحيح. اللي موجوده على الشكل الرسمي. كل الشكر ليك الاستاذ شكرا. الدكتور احمد فوزي، استاذ القانون الدولي وعميد كليه الحقوق جامعه بني سويف. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لسعاده الرئيس. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.